صباح الخير، هنكمل معاكم في الاندوكراين سيستم، وان شاء الله هنبتدي النهارده جلاند جديده. هنتكلم عن الادرينال جلاند. الادرينال جلاند او اللي هم الادرينال جلاندز الاثنين، لان احنا عندنا تو ادرينال جلاندز، وان اون اباف ايتش كيدني، على الابر بول او سوبيرير بول اوف ايتش كيدني في ادرينال جلاند. الادرينال جلاندز دول فيري فيري امبورتنت فور ستريس، زي ما هشوف دلوقتي في المحاضره عندي. هشوف يعني ايه كلمه ستريس، ويعني ايه ليه الادرينال جلاندز بقت امبورتنت فور ستريس. هبتدي اقول هنا الادرينال جلاند دي، هديها كلمه مهمه الاول، هقول انها اسينشال فور لايف. يعني ايه اسينشال فور لايف؟ ويمكن تكونوا اول مره تسمعوها او عدت عليا. هشوف حتى الهرمونز اللي هديها كلمه اسينشال فور لايف، او اللقب اللي بقول عليه اسينشال فور لايف، هي اسينشال فور لايف لان بدونها مش هقدر اعيش، هيحصل ديث. فهنقول بيحصل سيفير إلنس من الأتروفي للجلاندس دول، والديس هيحصل لو حصل كومبليت ريموفال للجلاندس، ما هقدرش أعيش من غير الأدرينال جلاند. يبقى لو حصل وحصل ريموفال لبوث الجلاندس، هنا حصلت مشكلة أو حصل أتروفي، لا ده أنا هنا هيحصل عندي مشاكل جامدة. ولو أنا ما عنديش الهرمونز اللي هتخرج من الجلاندس، فممكن أتعرض لكلمة ديث. طيب هشوف الاول الجلاند دول وتركيبها عباره عن ايه، واهميتها ايه الجلاند اللي انا مش هقدر اعيش من غيرها. قال لي الجلاند دي هاخد جزء الخارجي فيها اللي هي بسميه ادرينال كورتكس، ده بيمثل 80% من الجلاند، والجزء الداخلي فيها بسميه ادرينال مدله زي ما اخدته في الهيستولوجي، وده 20% من الجلاند. طيب لو كبرت الجزء الخارجي اللي هو الادرينال كورتكس اللي قال لي بيمثل 80% من الجلاند، فهلاقيه هو كمان عباره عن 3 زونز موجودين. الزون الخارجي بسميه زونا جلوميريولوزا، الزون الميدل بسميه زونا فاسيكولاتا، الزون الداخلي بسميه زونا ريتيكولاريس. يبقى هنا الجزء الخارجي اللي سميته القشره او الادرينال كورتكس اللي بيمثل 80% من الجلاند اتقسم ل 3 زونز، زونا جلوميريلوزا، زونا فاسيكولاتا، اند زونا ريتيكولارس. طيب التسميه دي جت منين؟ جت لان لما هنا بصيت اندر ميكروسكوب وبصينا على الاوتر زون، فقال ان الاوتر زون ده عباره عن ايه؟ عباره عن شكله كده شكل الجلوميريولوس، فسميته كلمه زونا جلوميريولوزا. طيب ده موجود فين؟ ده موجود في الاوتر بارت، ده اندر الكبسول بتاعه الجلاند. ده الزون ده فيري سين زي ما اخدته في الهيستولوجي، والزون ده هو اللي هيخرج اللي هي الهرمونز اللي هسميها دلوقتي مينرالو كورتيكويدز. طيب والزون اللي بعديه؟ قال لي الزون اللي بعديه ده هسميه كلمه زونا فاسيكولاتا، لانه هنا فاسيكلز طوليه اللي هي زي ايه اللي هي بنقول عليها حزم طوليه، في واخده هنا ده الميدل زون، والميدل زون ده وايدست زون اكبر زون فيهم، والزون اللي هو الكبير ده بيخرج المجموعه من الهرمونز هسميهم اللي هي مجموعه الجلوكوكورتيكويدز. طيب والزون الداخلي اللي ببص عليه تحت اللي هي الميكروسكوب بسميه ريتيكولاريس، لانه هو شبه اللي هي ايه الشكل الشبكي، وبسميه زونا ريتيكولاريس. وده الموست انر بارت، ده اللي هو بين مين؟ بين الزونا فاسيكولاتا وبين المدله اللي هو الجزء الداخلي، وهنا ده اللي هيكون خاص بالريليز اوف اللي هي السكس هرمونز. يبقى عندي كام زون؟ قال عندي 3 زونز، زون خارجي اللي هي الجلوميريولوس او الجلوميريولوزا، الزون اللي بيليها فاسيكولاتا، والزون الريتيكولاريس، بالترتيب ماشيين جي اف ار، اللي هو انا لو جمعتهم مع بعض بيديني تعبير جي اف ار او كلمه جلوميريولار فلتريشن ريت. ده كده دايما بفتكرهم بيها ان الاوتر زون اللي هي الموست اوتر بارت ده اللي انا شفته شبه الجلوميريولوس فسميته زونا جلوميريولوزا، وده شبه اللي هي الفاسيكولاتا سميته زونا فاسيكولاتا، والانر بارت اللي هي ريتيكولاريس فتسميهم بالترتيب ده جي اف ار. والاكسبريشن ده في الكدني لما هتاخده تعرف ان ده اسمه جلوميريولار فلتريشن ريت، فما بتنساش ترتيب الثري زونز.
طيب هما 3 زونز دول والجلاند دي هتتحكم في ايه في جسمي؟ هتتحكم في جسمنا في 3 اس. الاس الاولى اللي هي الشوجر اللي هي بتاعنا بالنسبه لنا الجلوكوز، وهم مين الجروب من اللي هي الهرمونز اللي سميتها الجلوكوكورتيكويدز. والسولت اللي هي هتتحكم فيها كلمه مينرالوكورتيكويدز، عشان كده اسمها مينرالو جايه من المينرالز اللي هي السولت. والاس الثالثه اللي هي السكس هرمونز اللي هيخرجوا في صوره اللي هم الاندروجين اللي هي الميل سكس هرمونز. يبقى ال 3 اس دول اللي هي بتتحكم، او الهرمونات اللي خارجه من الادرينال كورتكس بتتحكم فيهم. طيب اي هرمون انت بتاخده بتبتدي تقول انا عايز اعرف التركيب بتاع الهرمون ده، الستراكشر اوف هرمون ده. واتفقنا انت ليه بتعرف اللي هي الستراكشر بتاعي او هو متركب من ايه؟ قال لي مجرد ما هتقول متركب من ايه هبتدي احطه في واحد من التو جروبس الكبار اللي احنا خدناهم في محاضره الانترودكشن. هحطه هو، هل هو هيدروفيليك ولا لايبوفيليك، يعني هنا ووتر سوليبل ولا ليبيد سوليبل. طيب لما هحطه في وان من الواحد من الجروب دول هتبتدي تقول لي ايه؟ هقول الووتر سوليبل او اللي هي الهيدروفيليك، دول كانوا اللي هي البيبتايد وكانوا البروتين هرمونز، دول اللي هم اتكونوا في الـ في الـ في الجلاند بالرف اندوبلازميك ريتيكولم وخرجوا بالاكسوسايتوزس وترانسبورتد ازاي في البلاد، يبقى دي تاني حاجه. وتالت حاجه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم كان ازاي. طيب وبالنسبه للليبيد سوليبل قال لي برضو هعرف هم متكونين ازاي وترانسبورتد في البلاد ازاي، وتالت حاجه اعرفها الميكانيزم اوف اكشن. فقال لي مجموعه اللي هم الهرمونز اللي خارجه من 3 زونز دول اللي هي زونا جولمريلوزا والزونا ريتيفاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس، الاساس بتاعهم كلهم هو الكوليسترول. يبقى الكوليسترول هو المسؤول عن انتاج الثلاث اللي هي الهرمونز اللي خارجه من 3 زونز، الزونا جلوميرولوزا وفاسيكولاتا وريتيكولارس. طيب بما اننا هنا كوليسترول، يعني انا هنا بعمل ايه؟ الليبيد هرمونز اللي هي اللايبوفيليك هرمون او الاسترويد هرمون. يبقى الاسترويد هرمون اللي هي اساسها جاي من الكوليسترول. كونت لي ايه؟ قال لي كونت مره مينرالوكورتيكويدز، ومره كونت جلوكوكورتيكويدز، ومره كونت اللي هم السكس استرويد. طيب ليه كل مره كونت نوع من الهرمونات مختلف؟ قال لي في كل زون من اللي هي 3 زونز في سبيشال انزيمز او انزيمز معينه هي اللي بتساعد على تحويل الكوليسترول لما يوصل للي هي الهرمونز الخاصه بكل زون. فبالنسبه لكل زون فيها الانزيمز اللي بتساعد، مره الكوليسترول هنا نتيجه للانزيمز اللي موجوده في الزون الجلوميرولوزا كون المينرالوكورتيكويدز. والمين او اللي هو اكتر مينرالوكورتيكويدز معروف او اللي هو النسبه الكبيره فيه اللي هو الالدوستيرون. يبقى المينرالوكورتيكويد او الموست امبورتنت وان الالدوستيرون اتكون فين؟ اللي اتكون في الزونا جلوميرولوزا لان هي اللي فيها الانزيمز اللي حولت الكوليسترول للالدوستيرون. طيب وبعدين الزونز اللي هم التانيين الزونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس، قال لي الزونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس في اوفرلاب بتوين اللي هم التو زونز دول، فالكوليسترول هنا الموجود في سيرتن انزيمز موجوده بدات تكون اللي هي الجلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويدز المينلي اللي هو المعروف كلمه كورتيزول ومعاها الكورتيكوستيرون. وبعدين هنا في خطوات معينه بيدخل وبيكمل جوه الزون الداخليه الزونا ريتيكولاريس وبيكون لهم الاسترويد هرمون السكس استرويد هرمون مينلي اللي هو الاول دي هيدرو ايباندوستيرون والاندروستينوديون، دول اللي هم المين ميل سكس هرمونز وهم شبه السكس هرمونز اللي بتخرج من الجناد اوف الميل ليها نفس اللي هي الاكشن. فهم دول الثري جروبس اوف هرمونز اللي خارجه فروم ايتش زون. يبقى انا من بدايتي هنا الكوليسترول هو اللي بدا يكون كل الهرمونز، والهرمونز بتاعه الادرينال كورتكس بقت اللي هي الاسترويد هرمونز. ولو انتوا فاكرين الاسترويد هرمون المجموعه دي اللي قلنا عليها اللي هي الليبيد سوليبل هرمون لايبوفيليك هرمون، يبقى هبتدي اقول اللايبوفيليك هرمون ازاي يبقوا ترانسبورتد في البلاد. اللي هي اشوف بقى اللي هي اللايبوفيليك هرمون اللي هم مجموعه الهيدروفوبيك اللي هي ده الليبيد اللي ما بيحبش الميه، دول ليبيد سوليبل اللي هم مجموعه ايه؟ اللي خلي بالك ده كان مجموعه الاسترويد او زي ما قلنا في محاضره الانترودكشن
ومجموعة الاسترويد دول هم مين للهرمونات اللي خارجة من الأدرينال كورتكس زي ما شفت دلوقتي، وكمان منين؟ قال لي كمان من الجونادز، جونادز اللي هي التستس والميل والأوفري في الفيميلز، يعني التستسترون والإستروجين والبروجسترون. طيب وخدت معاهم ايه؟ قال لي في جروب كان وسط اللي هو خارج من الأمينو أسيد تيروزين، كان عندي الثيرويد، الثيرويد بضيفه ليه اللي هي الليبيد سوليبل، وكان اللي هو الكاتيكولامين بضيفهم للووتر سوليبل هرمونز. طيب موضوعنا النهاردة اللي هو الاسترويد هرمون، فالاسترويد هرمون لما باجي اعمل لهم ترانسبورت في البلاد فلازم يبقوا كارد، لازم يبقوا مشتالين على بلازما بروتينز. طيب ومين اللي بيكون او بيصنع البلازما بروتين؟ اللي بيصنع البلازما بروتين الليفر، يبقى فيها علاقة بين الليفر وبين الهرمونات دي. يبقى انت كل الكلام ده كلام ريفيجن وكلام واخدينه. يبقى اول حاجة ترانسبورت، بما انهم لايبوفيلك فكل الهرمونز اللي خارجة عندي من الأدرينال كورتكس دول لازم يخرجوا يبقوا كاريت أو باوند للكارير بتاعي اللي هم البلازما بروتينز. والبلازما بروتينز اللي اتصنعت فين؟ اتصنعت في الليفر. طيب الخطوة التانية اللي أنا هعرفها هنا من مجرد المعلومة دي، إن أنا لما عملت ترانسبورت للهرمونز دول فأنا عرفت هنا إن الهرمونز دول لما يبقوا باوند بالبلازما بروتين يبقوا دول اللي هم إن أكتف بارت، واللي بس جزء الفري اللي هو ده اللي مش متحمل او مش مرتبط بالبلازما بروتين ده الفري بارت، ده البيولوجيك اكتيف هرمون. يعني ايه البيولوجيك اكتيف هرمون؟ الوظيفة بتاع الهرمون بس في الجزء الفري، هو اللي بيخرج من البلاد وبيبتدي يدخل ليه ثرو السيل ممبرين وبيوصل للسيل وبيقوم بالوظيفة بتاعته. فبالتالي انت دلوقتي هتبتدي تقسم الهرمونات اللي عندي اللي هتبقى كارد على بلازما بروتين لجزء منها بيبقى اللي هو باوند بالبلازما بروتين وده بيبقى جزء ان اكتف، والجزء اللي هو هيبقى نوت باوند بالبلازما بروتين ده الجزء الفري، والفري هو اللي بيولوجيكالي اكتف. فلو بصيت على المجموعه الاولى اللي هي الجلوكوكورتيكويدز اللي هم مينلي الكورتيزول، هلاقيهم ايه؟ هلاقيهم باوند البلازما بروتين. البلازما بروتين مين اللي هم متحملين على البلازما بروتين اللي هو نوع الجلوبيولين. الجلوبيولين ليه هاي افينيتي للاسترويد هرمون، فهنا بنلاقي اللي هي الجلوكوكورتيكويدز 75% من الجلوكوكورتيكويدز كارد لسبيسيفيك جلوبيولين بنسميه اللي هي الكورتيكوسترويد بايندينج جلوبيولين او كلمه اللي هي الترانس كورتين. ده اول ايه؟ اول كارير متحملين عليه. وبعدين الاقي 15% باوند للالبومين و10% فري. طيب تبقى انت هنا تقدر تقول ايه؟ هقول ان الجزء عندي الباوند ده كام؟ يبقى عندي حوالي 90% من اللي خارج من الجلاند يبقى باوند بالبلازما بروتين، ده بيبقى ان اكتف بارت، لكن اونلي اللي هو ال10% اللي هو الفري هو البيولوجيك اكتف، زي ما الكلام اللي قلناه في محاضرة الانترودكشن. محاضرة دي كانت مهمة جدا لان هي اللي بتحط لك اساسي الاساس بتاعي اللي بتكلم بيه في كل هرمون. يبقى لما تلاقي الليبيد سوليبل هرمون، ليبيد سوليبل هرمون يبقى لا يمكن يقدر يمشي في ميديا كلها ووتر، ده ليبيد لازم يعمل ايه؟ لازم يتحمل يستخبى في حاجة ووتر سوليبل زيها زي البلازما. هيتحمل على ايه؟ على بروتينز. البروتينات دي البلازما بروتين اللي هم الالبومين والجلوبيولين، واحنا خدنا الالبومين ده نون سبيسيفيك كارير والجلوبيولين ده سبيسيفيك كارير، والجلوبيولين ليه هاي افينيتي هنا اللي هي الاسترويد هرمون، فبيتحمل 75% من الكورتيزول على البلازما جلوبيولين، بنقول عليه الكارير ده كورتيكوسترويد بايندينج جلوبيولين او ترانس كورتين، 15% على الالبومين و10% فري. طيب والالدوستيرون اللي هو هيخرج هنا من الزون الخارجي اللي هو الزون الجلوميريولوزا، والديهايدرو ايباندوستيرون اللي هو السكس استرويد هرمون اللي خارج من الزون الريتيكولاريس ماسكين في ايه؟ هم كمان بيبقوا باوند بس اكتر للالبومين اكتر من الجلوبيولين. الالبومين ده زي ما اتفقنا ده نون سبيسيفيك كارير. يبقى بالنسبه ليك لما تتكلم وانت خدت في البايوكيمستري تركيب الهرمونز دول وقال لي الهرمونز
دول متركبين من الكوليسترول واللي هم دول ليبيد سوليبل. يبقى هنا يعني ايه لايبوفيليك هرمونز؟ لايبوفيليك هرمونز يعني ما اقدرش انقلهم في البلازما فري. ليه؟ اللي هي الجلاند اول ما خرجت اللي هي الادرينال كورتكس، فاكرين ده نفس الدياجرام اللي هي في محاضره الانترودكشن، بس المره دي انا بطبقه على الادرينال جلاند. فالادرينال كورتكس هنا لما خرجت الهرمونات بتاعتها وانا عرفت ان الهرمونز دول تركيبهم كوليسترول يعني دول ليبيد سوليبل، فابتدي اقول السكريشن ده يتقسم بالنسبه لي لحاجتين. السكريشن ده بالنسبه لي جزء منه فري. الفري ده خلي بالك ان ده الجزء البيولوجيك اكتف هرمون. يعني ايه البيولوجيك اكتف هرمون؟ الجزء اللي هيروح للتارجت سيل ويقوم بالوظيفه بتاعته. فالجزء ده اللي وصل للتارجت سيل وقام بالفسيولوجيك ريسبونس. طيب وبعد ما بيقوم بالوظيفه بتاعته اتفقنا ان هو بيحصل له ميتابوليزم في الليفر او التارجت تيشو ويحصل له اكسكريشن في اليورين وبتخلص منه. طيب قال لي خلي بالك ان الجزء اللي هو الفري ده مش هو كله اللي خرج من الكورتكس من الادرينال كورتكس، ده في جزء هنا بيخرج برضو من الجلاند، بس بما انها لايبوفيليك هرمونز فبتبقى ايه باوند بي بلازما بروتين. فالجزء ده بنقول عليه الهرمون باوند للبلازما بروتين. وهنا لو بتكلم عن الجلوكوكورتيكويدز فمن لي باوند بي الجلوبيولين 75% باوند بي الجلوبيولين اللي احنا سميناه ترانس كورتين. طيب هل الجزء اللي هو الباوند بي البلازما بروتين ده اكتف؟ قال لك لا ده مش اكتف، اللي اكتف بس وبيقوم بالوظيفه هو الجزء الفري. طيب هم البلازما بروتين دول اتصنعوا فين؟ قال لك دول بيتصنعوا في الليفر. فاكرين لما قلنا في محاضره الانترودكشن دي هنا اتصنع في الليفر وعليه الليفر ديزيز، في مشكله في الليفر، فانا ما قدرتش اكون بلازما بروتينز، ما قدرتش اكون بلازما بروتين. يعني بدل ما كان عندي 90% باوند بلازما بروتين مثلا زي جلوكوكورتيكويدز و10% هنا فري، فكميه البلازما بروتين بدات تقل، فبدل ما يبقى عندي باوند 90% ممكن يبقى 70%. ده معنى كده ان 30% هيبقوا فري، فده هيحصل فيه مشاكل. قال لك اديك شايف الليفر ديزيز هتعمل ايه؟ هتخلي اللي هي في مشاكل في الاندوكراين او مشاكل ريليتد للجلاند، رغم ان الجلاند ما مطلع نفس الكميه من الهرمون، لكن حصل ايه؟ حصل خلل بين الجزء اللي هو بيبقى باوند بالبلازما بروتين والجزء اللي هو الفري. طيب احنا جبنا منين الكلام ده كله؟ الكلام ده كله جبناه من محاضرة الانترودكشن وطبقناه وخلاص بقينا فاهمينه. طيب هنا بنقول بقى ايه؟ قال لك القاعدة ان انت خدت ان الووتر سوليبل هرمون دي سيركيوليت فري في البلد، ان ده ووتر وفي الووتر اللي هي البلازما بتاعتي، لكن الليبيد سوليبل هرمون دي لازم تبقى بتتنقل او اللي هي ترانسبورتد على بروتينز. وده احنا قلنا البروتينز اتكون فين؟ اتكون في الليفر. طيب انت ليه نقلتها على بروتين؟ لانها ليبيد ما تقدرش تمشي في الميديا اللي هي الووتر، فانا هنا بعمل امبروف للترانسبورت لان انا بخليها ايه؟ بخليها كانها ووتر سوليبل، كانها ووتر سوليبل. ازاي؟ شفت انت الكارير كانه هنا بيحمي اللي هي الهرمون ومغطيه وشايله، بيخليه ماشي في الميديا الووتر. طيب وتاني حاجه بيحصل ايه؟ سلو لوس اوف هرمون باي فلتريشن وزين ذا كيدني. انا عارف ان انا عندي الكيدني ممكن كان يحصل سكريشن للهرمون في الكيدني، بس لما الهرمون يبقى ماسك بالبلازما بروتين ما بيحصل له ما بيحصلوش فلتريشن وبحتفظ بيه في البلد فتره اطول. فهنا ده بيعمل ايه؟ ريسيرف للهرمون، لان احنا قلنا ان الليبيد سوليبل هرمون بمجرد ما بتتصنع خرجت بره الجلاند، فما بقاش في فرصه ان يحصل ستورج للهرمون في الجلاند. فانت هنا فين المخزون بتاعك بتاع الهرمون؟ اتخزنت فين؟ ما هي اتخزنت عندي فين؟ في البلازما بروتين اللي هي شايلها، هو ده الستورج. لما يقل الفري ليفل اقدر اخد من اللي موجود على البلازما بروتينز. يبقى كل المعلومات دي عرفتها من مجرد ما عرفت تركيبة الهرمون دول ايه. قال لي في معلومة كمان لسه ناقصة عندي، الميكانيزم اوف اكشن اوف الهرمون ده. طيب الميكانيزم اوف اكشن اوف ذيس هرمون، فبالنسبة لي هنا بدأت من اول ده كده كان الكارير، ولو شفت هنا اللي هي الهرمون اللي هيبقى اكتف هو اللي هيسيب الكارير ويخرج بره، اللي هي هيبتدي يعدي ثرو ايه؟ قال لي هيبتدي يعدي ثرو السيل ممبرين ويلاقي الريسبتورز بتاعته فين؟ في السيتوبلازم. لما يتقابل مع الريسبتورز يبتدي يعدي
يودي انسايد ايه انسايد اللي هي هنا نيوكليار بور ويدخل في النيوكليس عشان يبتدي يغير في بروتينات الخليه. ده انا هنا بشتغل كلمه جينوميك. جينوميك يعني انا ببتدي اكون نيو بروتينز زي ما هشوف عندي هنا دلوقتي. ده الكلام بتاع الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز. واحنا اتفقنا ان الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز هو كلام بايوكيمستري، وده اتشرح لك في محاضره البايوكيمستري، لكن مهم عندي هقول لك ليه مهم. هعرف الهرمون ده اشتغل بسرعه ولا خد وقت، الهرمون ده اشتغل ازاي. فبالنسبه لي دول استرويد هرمون. الاسترويد هرمون اللي هم معمولين من الكوليسترول، فعرفت ان هم اللايبوفينيك، هو وصل للتارجت سيل هنا. لو هو كارد على بلازما بروتينز لازم يسيب البلازما بروتينز ولازم يخرج فري ويبتدي يدخل في التارجت سيل ويبتدي يشتغل ويكون ايه اللي يبتدي يشتغل ويكون نيو بروتين. وعلشان كده الاكشن بتاعه اللي هي بياخد محتاج فتره وبيفضل مده الافكت بتاعه. يبقى هنا عرفت ثلاث معلومات عن الاسترويد هرمون بمجرد ما عرفت تكوينها انها من الكوليسترول وانها ليبيد سوليبل، فقلت انها كارت بالبلازما بروتين وصلت للتارجت سيل اشتغلت باللي هي الجينوميك اكشن، هتبقى سلور هتبقى لونج ديوريشن. يبقى كل دي معلومات وعرفت ازاي اتنقلت وازاي اتصنعت. طيب نبتدي هنا بقى نتكلم عن ايه. قال لي همسك بقى each group، هبتدي بالزون الخارجي. هبتدي بمين؟ قال لي هبتدي بالزون اللي كان موجود just under الكبسول اللي هي زونة جلوميريولوزا، وقلت انها very thin zone وانها بداية الزون اللي مسؤولة عن خروج مين. قال لي مسؤولة عن خروج الفيرست جروب من الهرمونز اللي هم بسميهم كلمة مينرالو كورتيكويدز. طيب مينرالو كورتيكويدز الموست امبورتانت وان هو مين؟ قال لي الموست امبورتانت وان هو الالدوستيرون. طيب هي ليه تسمت مينرالو كورتيكويدز؟ قال لي تسمت مينرالو كورتيكويدز لانها تتحكم في المينرالز بتاعتي اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. واي فاكتورز او اي هرمونز يبتدي يشتغل لك على الصوديوم فهو بالتالي بيحدد الووتر اللي معاه، فيتحكم في الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. يبقى هنا بالتبعيه مجرد ما انت تتحكم في الصوديوم بتحكم معايا في الفوليوم او الووتر. يبقى دول هنا اتسموا كلمتين مينرالو كورتيكويدز لان بيتحكم في الصوديوم والبوتاسيوم. قال لي الموست امبورتانت زي ما قال اللي هو الالدوستيرون. طب في حاجه تانية مع الالدوستيرون؟ قال في هنا مركب موجود معايا هنا تاني بس هو مش معروف قوي، لكن لما باخد اللي هو في الزونه جلوميريولوزا لما ببتدي بالكوليسترول فبيتكون عندي اللي هو دي اوكسي كورتيكو استيرون، وفي كورتيكو استيرون اللي بيتحول للالدوستيرون. الموست امبورتانت الالدوستيرون وهو الموست اكتف فيهم واكتر واحد، لكن برضو الدي اوكسي كورتيكو استيرون في ليه اكتيفيتي لكن اقل من الالدوستيرون. طب هما الاثنين دول بيتسموا ايه سواء اللي هي الديوكسي كورتيكوسترون والالدوسترون؟ دول مينرالو كورتيكويدز. مينرالو كورتيكويدز دول هنا خلي بالك ادي الهرمونز دول هبتدي اسميهم ايه، او الالدوسترون هقول عليه اسينشال فور لايف. essential for life احنا مش بدأنا المحاضرة بتاعتنا ان الادرينال جلاند essential for life. طيب يبقى هنا ليه هي essential for life؟ لانها بتخرج هرمونز، الهرمونز دول essential for life. يعني ايه؟ يعني من غير الالدوستيرون انا مش هقدر اعيش. طيب ليه بقى من غير الالدوسترون مش هتقدر تعيش؟ اشوف انا هنا عايز اعرف ليه هعتبره essential for life. ليه لو اختفى الالدوسترون الشخص ده هيموت بسرعة؟ قال لي ده هيحصل له حاجة اسمها circulatory shock. يعني ايه circulatory shock؟ الله ده هنا فجأة هلاقي البلازما فوليوم بتاعتي مارك دروب، هلاقيني هنا بفقد الميات بتاعتي، هلاقي هنا في مشكلة عندي، هلاقيني دخلت في شوك. طب وليه؟ وانا عملت ايه للمشكلة دي؟ ليه تفسيرها؟ تفسيرها من الفانكشن او الاكشن بتاعة الالدوسترون اللي هشوفها. يبقى انا في بداية الكلام قلت لك اللي هي او بداية المحاضرة اتفقت ان الادرينال كورتكس هنا او اللي هي الادرينال جلاند اسينشال فور لايف. هبتدي بالهرمونز الاول مجموعة المينرال وكورتيكويدز اللي هم مينلي
اللي هي الالدستيرون الموست امبورتنت، وقلت عليه اسينشال فور لايف. من غيره مش هقدر اعيش، من غيره الشخص ده يدخل في سيركيولاتري شوك، من غيره هلاقي اللي هي البلازما فوليوم بتاعتي هتحذف الووتر بتاعها، ما تبقاش فيها ووتر، اللي هي الووتر اللي هو اللي بيتمسك باللي او الصوديوم هو اللي بيخلي او يعمل اوزموتيك اكتيفيتي ويحتفظ بووتر عندي، انا هيحصل فيه مشكله. ليه؟ هي المينرال كورتيكويدز دي كانت وظيفتها ايه؟ قال لي لا، دي المينرال كورتيكويدز دي من اسمها مينرال، يعني اللي هي بتتحكم في الالكترولايتس بتاعتي الموجوده، او اللي هي الكونسنتريشن اوف الصوديوم وريجوليت البوتاسيوم معايا اللي موجود في الاكسترا سيلولار فلويد. طيب بتتحكم فيهم ازاي؟ قال لي احنا قلنا ان المينرال كورتيكويدز واللي هاخد الموست امبورتنت وان الدوستيرون دول لايبوفيليك هرمونز. يعني ايه لايبوفيليك هرمون؟ يعني الهرمون دول لما ييجوا يشتغلوا هلاقيهم باس رو الممبرين، السيل ممبرين، لانهم ليبيد سوليبل والممبرين ليبيد سوليبل. طيب ولما هيشتغلوا ليهم ايه؟ ده جينوميك اكشن. جينوميك اكشن بيوصلوا لحد النيوكليوس بيبتدي يصنعوا بروتينات. البروتينات دي عبارة عن ايه؟ قال لي البروتينات دي هي عبارة عن بمب صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بمب، وعبارة عن تشانلز بيبقوا موجودين فين؟ قال لي موجودين، خلي بالك هنا، ان وظيفة الالدوستيرون عشان تحتفظ او تعمل ريجوليشن للصوديوم او بوتاسيوم زي ما بتقول او تحجز ووتر، فهتشتغل على الكدني. طب تشتغل على ايه في الكدني؟ لو فاكرين لما تكلمنا عن الفازوبريسن او الانتي دايوريتك هرمون، وقلت لكم ادي شكل اللي هي التيبيول دي، هنا جلوميريولاس بروكسيمال كونفوليوت التيبيول، وهنا ده الجزء الديسندنج والاسندنج او اللي هي عندي اللوب اوف هنل، وبعدين ديستال كونفوليوت التيبيول، وادي الكوليكتنج داكت. وكنت اتفقت معاكم ان عندي هنا الهرمونز اللي هتشتغل على الكدني دايما هتشتغل فين؟ ديستال كونفوليوتد تيوبيول والكوليكتنج داكت، يبقى زي الانتي دايوريتك هرمون برضو الالدوستيرون. الانتي دايوريتك هرمون كان مسؤول عن ايه في الاريا دي؟ كان مسؤول عن مينلي اللي بيفتح تشانلز للووتر، الناس اللي هي ذاكرت وفاكره اللي هي الاكوا بورين تو تشانلز. هنا الالدوستيرون برضو شغال على نفس المكان، على الديستال كونفوليوتد تيوبيول والكوليكتنج داكت. وقلت لكم ان عمليه الابسوربشن اوف ووتر او الصوديوم او بوتاسيوم او شغالة بطول الرينال تيوبيولز، لكن أنا باجي في الفاين أدجستمنت اللي هي بيقول لك التثبيت النهائي للأيونز في جسمي وللووتر اللي هتبقى أندر كنترول أوف هرمونز، فأنا بظبطها في الجزء النهائي من التيوبيول اللي هو الديستال كونفوليوتد تيوبيول والكوليكتنج داكت. يبقى أنت رحت فين هنا عشان أعمل الأكشن بتاعي الهرمون؟ قال لك أنا رحت للتارجت أورجان بتاعي. مين التارجت أورجان بتاعك؟ قال لي التارجت أورجان بتاعي اللي هي الكدني. طب هتشتغل فين في الكدني؟ قال لي هشتغل، فاكرين نفس السيل اللي اشتغلت عليها في اللي هي الانتي دايوريتك هرمون؟ قال كان بيشتغل على البرينسيبل سيل. البرينسيبل سيل دي اللي موجوده فين؟ في الديستال كونفوليوتد تيوبيول اند اللي هي الكوليكتنج داكت. علشان تعمل ايه؟ قال لي علشان اظبط صوديوم واظبط اللي هي البوتاسيوم. طيب انت الميكانيزم اوف اكشن بتاعك ازاي؟ قال لي الميكانيزم اوف اكشن بما اني لايبوفيليك هرمون هعدي ثرو السيل ميمبرين وهدخل هنا للنيوكليوس وهساعد على تصنيع بروتينات جديده اللي هي هتبقى في هيئه بامب وهتبقى في هيئه ايه؟ في هيئه تشانلز، عشان اعمل ايه؟ صوديوم وبوتاسيوم بالانس. طيب هبتدي اشتغل ازاي؟ فين البامب وفين التشانل؟ قال لك ادي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، دي نفس البامب اللي انت واخدها وعارفها. طب وشغال المره دي على انهي سيل؟ ادي قال لي السيل اهي، السيل دي اللي هي البرنسبل سيلز اللي موجوده في الديستال كونفوليوت تيوبيول والكوليكتنج داكت. طيب بتدي بقى فهمني كده الرسمة. قال لي هنا ده اليومن بتاع الكدني. اليومن يعني ايه؟ يعني انا عاملة هنا الفلتريت اللي نزل ده كده اللي هو هنا، ولو انا كملت في الرينال تيبيول الباقي ده كله هينزل فين؟ في اليورين. طيب بما ان ده اليومن يبقى الممبرين ده بسميه اليومنال ممبرين. يبقى دي خلية واحدة هي برينسبل سيلز اللي هي الممبرين هنا اليومنال ممبرين، والناحية التانية بنسميها ايه؟ بتسميها كلمة بيزو لاترال ممبرين. بيزو لاترال ممبرين ادي الشكل بتاعها. يبقى دي هنا وان سيل.
هنا بصة واللي هي facing اليومن of renal tubules، والناحية دي اللي فيها ايه؟ قال لي الناحية التانية دي اللي فيها interstitial fluid وفيها اللي هي اللي بتوصل للبلد. طيب يبقى دي هنا في الممبرين او اللي هي السيلز بتاعتي اللي هي tubular cells. tubular cells دي ليها two membrane اللي هي اليومنال ممبرين facing اليومنال ممبرين اللي هو which facing اليومن of cells اليومن of التيبيول، وبعدين في هنا البيزولاترال ممبرين. ادي البيزولاترال ممبرين facing الانترستيتشال فلويد، وادي البلط. حطيت فين الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب؟ الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب حطيتها عند البيز ولاترال ميمبرين. بيز ولاترال ميمبرين يعني هبتدي اعمل بامب اللي هي من السيل هنا تطلع في الانترستيتشال فلويد وتدخل على البلد، يعني بعمل كلمه ري ابسوربشن. طيب ايه وظيفه الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب اللي انت عارفها من اول ما دخلنا وبدانا الكلام في الفسيولوجي؟ قال لي دي بامب بتضخ 3 صوديوم اوتسايد السيل وبتدخل 2 بوتاسيوم انسايد السيل. يبقى البامب دي عماله ايه؟ تطلع بوتاسيوم صوديوم بره، فالصوديوم تركيزه بره السيل اعلى من تركيزه جوه انسايد السيل. طيب والبوتاسيوم هي بتعمل ايه؟ بتدخل 2 بوتاسيوم، البوتاسيوم تركيزه انسايد ذا سيل مور ذان اوتسايد السيل. يبقى ادي اول خطوه عملها مين؟ اول خطوه عملها الالدوستيرون انه عمل اللي هي البامب، والبامب دي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. البامب اللي انت حافظها متعود عليها الالكتروجينيك بامب بتعمل بامبنج لثلاثه صوديوم اوتسايد السيل، اللي خرج بره السيل هنا بيبتدي يوصل للبلد ويدخل يعمل ري ابسوربشن. طيب وعملت ايه؟ خدت اللي هي 2 بوتاسيوم من بره دخلتهم انسايد السيل. عمل ايه كمان الالدوستيرون؟ قال راح زرع تشانلز، ادي هنا كون تشانلز وفتحها للصوديوم عشان يدخل الصوديوم من اليومن اوف الرينال تيوبيول يدخل انسايد السيل. الصوديوم اللي انت دخلته ده بيدخل باسيف ولا اكتف؟ قال لي لا، ده هنا اهو انت عامل كده الخط ده الاخضر، ده معناه باسيف موفمنت. باسيف موفمنت ليه؟ لان الصوديوم تركيزه اوتسايد السيل اكتر من انسايد السيل، لان كل اللي بيدخل جوه السيل بعمل له بامبنج بالصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. قال لي طب ما انت عمال تدخل بوتاسيوم، يبقى انت محتاج ايه؟ قال لي يبقى محتاج ان انا احط برضو زي ما عملت صوديوم تشانلز بحط بوتاسيوم تشانلز واعمل بوتاسيوم ايه؟ قال لي بوتاسيوم اكسكريشن، هخرج اللي هي البوتاسيوم اوتسايد في اللي هي التوبيولار ليومن. يبقى انت وظيفه الالدوستيرون ايه؟ الالدوستيرون قال لي هيحافظ او هيعمل دخول للصوديوم او ري ابسوربشن للصوديوم والليمينيشن للبوتاسيوم، هيطرد البوتاسيوم بره جسمك عشان البوتاسيوم اللي خرج ده هيخرج فين؟ في التوبيولار فلويد، يعني هيخرج بره، هيخرج في اللي هي اليورين. يبقى انا باخد صوديوم وفي المقابل بطرد دي، قال لي في المقابل بتطرد اللي هي البوتاسيوم. يبقى الالدوستيرون اللي هي وظيفته ايه؟ قال لي الالدوستيرون كده وظيفته هو اشتغل على البرينسيبال سيل اللي موجوده في الديستال كونفوليوتد تيوبيول والكوليكتنج داكت بتاعت الكدني، بيعمل ايه؟ قال لي بيتحكم في الصوديوم والبوتاسيوم. طب بيعمل ايه؟ قال لي هيعمل صوديوم ريتينشن، يعني هيعمل صوديوم ري ابسوربشن، اوصل الصوديوم للبلد، وفي المقابل بعمل اليمينيشن للبوتاسيوم. طب هو عمل الوظيفه دي ازاي؟ قال لانه هنا بيزرع الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب عند انهي ممبرين؟ البيزولاترال ممبرين. اصل البيزولاترال ممبرين ده اللي هو عند الانترستيتشال فلويد هنا واللي بيوصل البلد. طيب وهنا الابيكال ممبرين او اليومينال ممبرين ده اللي هو بعمل بيه او بحط فيه اللي تشانلز. تشانلز هنا خرجت البوتاسيوم وكان فيه تشانلز بتدخل الصوديوم. يبقى ومع دخول الصوديوم انت بتسحب معاك ايه دايما لما هتاخد وتدرس اللي هي الكدني؟ دايما دخول صوديوم، يبقى معناه ان انا بسحب معاه الووتر، عشان كده قلت ان انا بعمل بالانس للصوديوم ومعاه بحافظ على الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، وعملت ايه؟ وظبطت البوتاسيوم بتاعي.
لو انا عندي، قال لي في الدوستيرون زياده، الدوستيرون زياده يعني ايه؟ حاجه الصوديوم زياده، ده يحجز معاه ووتر كتير، اللي هي لان دي بنسميها كلمه ايه، دي باللي هي الخاصيه اللي هي الاوزموزس، اللي هي او الاوزموتيك ريتنشن، ان لما تحجز السولت او الصوديوم يحجز معاه ووتر فيعمل اكسبانشن للاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. طيب وانت هنا ده الميكانيزم النورمال، ده الطبيعي، ده اللي انا بعمله، ده بيبقى مهم في ايه؟ قال لي اه ده مهم عشان يحافظ على الارتيريا بلاد بريشر بتاعك، ده انت من غيره بيحصل ايه؟ كنت هفقد الووتر بتاعتي وافقد الميات وادخل في السيركيولاتوري شوك اللي قال لي عليه، عشان كده قال لي ان الهرمون ده اسينشال فور ايه؟ اسينشال فور لايف. يبقى انت عملت ايه بالالدوستيرون؟ قال لي بالالدوستيرون عملت صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، وفتحت اللي هي التشانلز اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. قال طيب في حاجتين هنا زي ما تعودنا في الكدني، ان لما بشتغل وبعمل اللي هي الري ابسوربشن او سيكريشن فبيبقى فيه تبعيات. التبعيات اللي عندي هنا ولما هتاخدها في الكدني بالتفصيل هعرف ان انا في حاجه اسمها عندي الاسيديتي اوف يورين، وفي حاجه ان هي البي اتش بتاعت البلد، وان انا بحافظ عليهم. فانت لما بتدخل هنا اللي هي الصوديوم، فالصوديوم دخولها بيبقى معاه دخول اللي هي البايكربونات، والبايكربونات دي اللي هي اللي جايه فاكرين زي الكربونيك انهيدريز اللي موجود لما خدنا الريسبيريشن، السي او 2 بلس ووتر في وجود الكربونيك انهيدريز بيدي اتش سي او 3 وهيدروجين اين. فهنا ال HCO3 بيدخل في اللي هي البلد، والهيدروجين آين بيبقى سكريتد في التيوبولار فلويد بالتبادل مع الصوديوم. ففي ميكانيزم موجود في الكوليكتنج داكت، بس في سيل تانية اللي هي اسمها انتركاليتد سيل، هتاخدها في الكدني ان شاء الله. فانا دلوقتي بس اعرف ان الالدوستيرون مع الميكانيزم بتاعي ودخول الصوديوم بيعمل ايه؟ بيعمل سكريشن للهيدروجين في اليورين. فده وجود هيدروجين في اليورين كتير بيعمل اسيديتي في اللي هي اليورين، واللي هي بيبقى فيه مايلد الكالوزيس عندي في البلد. يبقى ده نتيجة للالدوستيرون كتظبيط او كميكانيزم بيحصل في اللي هي الرينال تيوبيول، وهتاخدها بالتفصيل مع الكدني. ده كل ده ان شاء الله نفهمه مع الكدني، لانه ميكانيزم كبير اللي هو ريليتد للاسيديتي اوف يورين وتظبيط البي اتش بتاعي في البلد. لكن دلوقتي اعرف ان من افكت اوف الدوستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل الهيدروجين بيخرجه في اليورين بالتبادل مع اللي هي الصوديوم، فنتيجه لكده بيكون البلد لما بفقد شويه هيدروجين بيبقى فيه مايلد الكالوزيس، وبيبقى فيه اللي هي الاسيديتي موجوده في اليورين، ده بيبقى اسيديك. طيب قال لي هنا الوظيفه بتاعت الالدوستيرون دي، يا ترى اول ما يجي الالدوستيرون على السيل هيبان الفانكشن بتاعته او الاكشن بتاعه؟ قال لا، انا هنا لما وصل الالدوستيرون ودخل انسايد السيل عمل ايه؟ قال لي ده كون نيو بروتين في صورة النيو بامب او النيو تشانلز، فانا محتاجة حوالي 30 منت او النص ساعة دول قبل ما اكون بروتينات جديدة تبتدي تظهر في السيل. والبروتينات الجديدة دي لما تظهر في السيل وتبتدي تبقى واخدة مكانها في اللي هي على الممبرين بتاعها وتبتدي تشتغل، محتاجة مش أقل من 45 منت، أو محتاجة اللي هي فيو أورس حتى علشان يبتدي يوصل للماكسيمم إفكت بتاعي والماكسيمم أكشن. فعلشان كده أنت لما بتبتدي تقول الهرمون ده هو عبارة عن إيه؟ لايبوفيليك ولا هيدروفيليك؟ الميكانيزم في أكشن بتاعه عبارة عن إيه؟ فلما بيوصل ميكانيزم في اكشن مش معناها انه اول ما يخرج عندي الدوستيرون تبان الاكشن بتاعه، لا، ده محتاج حوالي نص ساعه علشان يبان البروتينات الجديده اللي جونها قوة السيلز، ويبتدي بعد اللي هي ال 45 منت يبتدي يبان اللي هو التأثير بتاعها، ويبتدي يبان اللي هي عملية دخول الصوديوم. وعلشان اوصل للماكسيمم افكت بتاع الالدوستيرون ده محتاج ايه؟ محتاج سيفرال اورز. وده كان نتيجة لان هو اللايبوفيليك هرمون اشتغل بالجينوميك اكشن بيكون كلمة نيو بروتين. طب يا ترى انت لما تحكمت في الصوديوم هنا في الكدني، هل هي المكان الوحيد اللي تقدر تعمل فيه الصوديوم ري ابسوربشن؟ قال لا، يبقى في اذر تارجت اريا او تارجت اورجن عندي. في مين غير اللي هي الرينال تيوبيول؟
في عندي كمان السويت جلاند، في عندي السليفري جلاند، في برضو اللي هي الجاسترينتستينال او اللي هي الكولون، وكل منطقة من دول كل واحدة منهم يعني في السليفري جلاند هنرجع ليها مرة تانية في موديول الجي اي تي، واقول لك ان الالتوستيرون بيعمل ليه الصوديوم ايه الصوديوم ري ابسوربشن في السليفري جلاند. في السويت جلاند زي الرينال تيبيول بالظبط، وهنا عندي برضو في الكولون، فالاذر تارجت بتاع الالتوستيرون اللي بيعمل فيه الري ابسوربشن هي ايه؟ للصوديوم اللي هو الرينال ومع السويت جلاند السليفري جلاند الجاسترونتستينال تراك. يبقى ما تنساش ان الالتوستيرون بيزود الصوديوم ري ابسوربشن في البودي فلويد دول غير الكدني اللي هو السويت والسليفري وكمان الجاسترونتستينال تراك. طيب اخر حاجه اللي هي دايما اتعودنا كل هرمون ناخده نبتدي نقول الكنترول اوف الدوستيرون سيكريشن، وكمان كنا بنقول الكنترول ده هايبوثالاموس وبتويتري وبعدين هيروح للادرينال كورتكس. هقول لك لا، المره دي هنبتدي نغير. المره دي هنا هيكون الكنترول مختلف تماما. يعني ايه مختلف تماما؟ قال لي مختلف تماما لان هبتدي اقول لك ان هي الزونه جلوميريولوزا اللي هي الاوتر موست زون مش اندر كنترول اوف اللي هي البيتويتري ولا الهايبوثالامس. طيب هي ريجوليتد بايه؟ لو انتوا فاكرين في حاجه معينه هنا كانت عندي دايما بقول في سيستم كنت بسميه ايه؟ قال لي كنت بسميه الرينين انجيوتنسن الدوستيرون سيستم. ليه؟ قال لي لان كان هنا خروج الانجيوتنسن او زياده الانجيوتنسن بتوصل للادرينال كورتكس وكانت بتخرج اللي هو الالدوستيرون، وكان كله ده على بعضه اللي هي الرينين انجيوتنسن الدوستيرون سيستم اللي درسته في الكارديو فاسكولار سيستم، اللي كان من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي ريجوليشن او لونج تيرم ريجوليشن للارتيريال بلاد بريشر بتاعي. فكان بيبتدي بايه؟ قال لي كان بيبتدي بايه؟ بالرينين، والرينين ده اللي هو بيخرج من الكدني من الجاكستا جلوميرولار سيل اوف ذا كدني. كان خروج الرينين بيعمل اكتيفيشن للانجيوتنسينوجين يتحول لانجيوتنسين 1، وانجيوتنسين 1 لما بيعدي في اللنج عند مع وجود الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بيتحول لانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 ده هو اللي ستيميوليت الادرينال كورتكس عشان تخرج الالدوستيرون. طيب ده اللي هي الانجيوتنسين 2. طيب الحاجة التانية المهمة direct stimulation of potassium ion على الأدرينال كورتكس كان بيخرج الدوستيرون. ده most important one، ده هو أهم حاجة اللي هو في regulation. ليه هو بيعمل إيه؟ لأن الالدوستيرون المفروض بيزبط level of potassium. لو زاد البوتاسيوم يحصل إيه؟ زيادة البوتاسيوم تخرج الالدوستيرون عشان يعمل له إيه؟ يخرجه أو يعمل له excretion في اليورين يرجع الليفل للنورمال. فهنا البوتاسيوم اين دايركتلي استيميليت الالدوستيرون، يبتدي استيميليت الريليس اوف الالدوستيرون من الادرينال كورتكس. طيب والحاجه الثانيه اللي هي مين؟ الانجيوتنسين 2. طب تقدر تحط حاجات ثانيه؟ قال لي الانجيوتنسين 2 ده هنا لما الباسوي ده بيبقى اكتف، هو اكتف نتيجه لايه؟ هي امتى الكدني بتخرج الرينين؟ ده السؤال. الكدني تخرج الرينين لو الرينال بلاد فلو ليها قليل. طب ده امتى يحصل؟ لو البلاد فوليوم عندي قليل، لو اللي هي الصوديوم عندي هنا قليل، لو اللي هي الارتيريال بلاد بريشر قليل. يبقى ديكريز الصوديوم كلورايد، ديكريز الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، ديكريز الارتيريال بلاد بريشر، دول هم المين ستيمولس علشان يخرجوا الرينين. والرينين هو اللي بيمشي ويوصل في النهايه للانجيوتنسين 2 اللي ستيمولييت الادرينال كورتكس عشان تخرج الالدوستيرون. طيب الانجيوتنسين 2 ده احنا كنا بنقول ان الهرمونز اللي خارجه من البيتويتري جلاند بنديها لقب تروبيك هرمون او تروفيك هرمون. يعني ايه كلمه تروبيك افكت؟ تروبيك افكت بالعربي كده يعني الهرمون المغذي للجلاند ده، يعني اللي بيزود اللي هي السايز والنمبر اوف اللي هي السيل اوف ذا جلاند، يعني اللي من غيره الجلاند دي يحصل لها اتروفي.
طيب هو مين اللي بيقوم بالوظيفة دي؟ لو كانت الأدرينال كورتكس ما بتاخدش كنترول، مش كلها، اللي هي الزون الخارجي اللي هو بيخرج الألدوستيرون اللي هو الزونة جلوميريولوزا ما بتاخدش كنترول من البيتويتري. فقال لي الأنجيوتنسين 2 بالنسبة للزونة جلوميريولوزا هو اللي بيقوم بالتروبيك إفكت. تروبيك إفكت يعني إيه؟ تروبيك إفكت يعني اللي الهرمون الإفكت اللي بيعمل إيه؟ قال لي الهرمون الإفكت اللي بيزود النمبر والسايز أوف ذا جلاند وبيحافظ عليها. طب تروبيك إفكت على مين؟ قال لي على الزونة جلوميريولوزا. يبقى الأنجيوتنسين 2 هو اللي بروموت الجروس أو زونة جلوميريلوزا، فعشان كده قلت هو ليه تروبيك إفكت عليها. طيب هو اللي ريجيوليت الألدوستيرون سكريشن. طب أمال فين الأنتيروب بتويتري؟ فين الهايبوثالامس؟ سايبينها ليه؟ قال لك لا، ملهاش كنترول. أدرينو كورتيكو تروبيك هرمون لما بيخرج من الأنتيروب بتويتري ملوش كنترول على الزون الخارجي الزونة جلوميريلوزا، لكن ليه إفكت على الأذر تو زونز اللي هم الزونة إيه؟ الزونة فاسيكيوليتا والزونة ريتيكولارس. يبقى الكنترول أوف الألدوستيرون هنا سكريشن عن طريق ايه؟ هقول دايركتلي بوتاسيوم افكت على طول، اللي هي زياده البوتاسيوم تخرج الألدوستيرون علشان يرجعه للنورمال ليفل ويعمل له بالانس. طيب وتاني حاجه قال لي الانجيوتنسين 2، انجيوتنسين 2 ده جاي منين؟ قال لي ده نتيجه لنقص صوديوم كلورايد او نقص الفوليوم في جسمي او الدروب في الارتيريال بلاد بريشر، يقل الرينال بلاد فلو يخلي الجاكستا جلوميرولار سيل اوف ذا كيدني تخرج رينين. الرينين اكتيفيت اللي هو البروتين اللي اسمه انجيوتنسينوجين اللي بيتصنع في الليفر. الانجيوتنسينوجين تحول لانجيوتنسين 1 عن طريق اللي هي الرينين، والانجيوتنسين 1 يتحول لانجيوتنسين 2 عن طريق الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم في اللي هي اللنج. انجيوتنسين 2 بيعمل ايه؟ بيخرج الالدوستيرون من الزونة جلوميرولوزا. وكده يبقى اللي هو الألدوستيرون اللي هو مينلي الموست امبورتنت من رالوكورتيكويدز اللي هو كان خارج من الزونة جلوميريولوزا خلص. هنبتدي بين الزون اللي هي الزون اللي تحتها اللي سميناها الزونة فاسيكيوليتا لانها اللي هي لونجيتودينال فاسيكلز، هي الوايدست زون، هي اللي بين الزونة جلوميريولوزا وبين الزونة ريتيكولاريس اللي هي دي الزونة فاسيكيوليتا. دي اللي بيخرج منها مجموعه الهرمونز اللي بنسميهم كلمه الجلوكوكورتيكويدز. والجلوكوكورتيكويدز مين اللي هم مين؟ كورتيزول وكورتيكوستيرون. يبقى الهرمونز دول اللي هم خارجين من الميدل زون اللي هي زونة فاسيكيوليتا خرجت ايه؟ اللي خرجت مين؟ لي كورتيزول وكورتيكو استيرون. وخلي بالك الهرمون اللي هو هنا اللي خارج من الادرينال جلاند هو مش كورتيزون، لا كورتيزول. كورتيزول ليه هنا؟ ده اللي هي الهرمون بتاعي، لان كلمه كورتيزون لما تسمعها في الفارما ده الدراج اللي هو بيعمل ايه؟ ده الدراج اللي احنا بنديه من بره، ده اللي هو السنسيتك كورتيزول. يبقى ده اللي هي بيتكون او الادويه اللي بناخدها اللي انت دايما متعود تقول عليها كلمه كورتيزون. لكن الهرمون اللي خارج من اللي هي الادرينال جلاند من الزونه فاسيكيوليتا اسمه ايه؟ اسمه كورتيزول. يبقى مين اللي هي 95% من الجلوكوكورتيكويدز اللي بيخرجوا هم الكورتيزول. طيب والجزء الباقي اللي هو الكورتيكوستيرون والموست امبورتنت هو الكورتيزول. ارجع اقول لك مره تانية ان الكورتيزول ده اسينشال فور لايف. يبقى الكورتيزول اسينشال فور لايف، يعني ايه اسينشال فور لايف؟ بتاعه اللي ماشيه معايا في الجلاند دي اسينشال فور لايف، يعني من غيره مش هقدر اعيش. طب وليه مش هقدر اعيش؟ يبقى لازم الوظيفه بتاعته اللي من غيرها مش هقدر اعيش. يعني هنا محتاجه ايه؟ قال لي هيبقى ليه ميتابوليك فانكشن مهمه جدا، وليه هنا حاجه جديده اسمها بيرميسيف اكشن اللي هي بيقوم بيها، اللي من غيرها مش هقدر اعيش، من غيرها مش هقدر اواجه الاسترس. وهو ايه الاسترس؟ هعرف دلوقتي هو ايه الاسترس. طيب يبقى اللي هي التاني هرمون او مجموعه هرمونز مينرالوكورتيكويدز ووراها الجلوكوكورتيكويدز اسينشال فور لايف. مينرالوكورتيكويدز اللي هو الموست امبورتنت التستيرون اللي هي كان اسينشال فور لايف. الجلوكوكورتيكويدز اللي هو مينلي كورتيزول اسينشال فور لايف.
نبتدي نشوف اللي هي الوظيفة الخاصة بالجلوكوكورتيكويدز. هشوف أول حاجة إيه الفسيولوجيكال أكشن أوف جلوكوكورتيكويدز، هو بيعمل إيه الجلوكوكورتيكويدز ده، عشان بدأنا نقول عليه essential for life. لي ميتابوليك فانكشن. طيب يا ترى هنا لو قلت الأوفر أول ميتابوليك إفكت أوف كورتيزول هيعمل ايه؟ قال لي ده الكورتيزول هو اللي بيزود الجلوكوز على حساب الباقيين. هم مين الباقيين؟ البروتين والفات. يبقى بيزود الجلوكوز على حساب الباقي. طب هو هيعمل ايه؟ قال لك طيب نمسك حاجة حاجة كده ونمشي بالترتيب، او مش بالترتيب، يعني بالترتيب المنطقي اللي يخليك فاهم الكلام، هتطلع حافظه بعد ما تفهم. قال لك اول حاجة هبص على المصل بيعمل ايه في العضلات، وش معنى هنا المصل؟ المصل دي مخزن بتاع البروتين، وتقريبا جسمنا كله هو عبارة عن ايه، الجزء الاكبر منه هو العضلات. طب بيعمل ايه على البروتينز؟ قال لي هيزود البروتين ديجريديشن. يعني ايه بكلمة بروتين ديجريديشن في البيوكيمستري؟ يعني البروتين كاتابوليزم. كاتابوليزم يعني تكسير البروتينات علشان تتكسر لأمينو أسيدز، ويقلل من تصنيع البروتين. مش هكون ايه بروتين جديد ولا حاجة. يبقى انا همسك البروتينات اللي جوه السيلز هعمل ايه؟ اللي هزود البروتين ديجريديشن او كاتابوليزم، وهمنع البروتين سينثيسس. طب كويس، وهتعمل ايه كمان؟ قال هروح للي هي الليبت وهزود اللايبوليسيس. طيب تمام، انت كده لما زودت اللايبوليسيس والتكسير طلع لي فري فاتي اسيد، ولما عملت بروتين ديجريديشن طلع لي امينو اسيد. يبقى البلاد مستوى اللي هي الامينو اسيد فيه والفري فاتي اسيد اهو زاد، هيروحوا فين دول؟ قال لك هوجههم للليفر. طيب هتدخلهم في الليفر فري فاتي اسيد والامينو اسيد علشان اعمل ايه؟ قال لي هتعمل جلوكو نيو جينيسيس. يعني ايه كلمه جلوكو نيو جينيسيس في البيوكيمستري؟ معناها ايه؟ قال لي معناها تخليق للجلوكوز من مصادر غير اللي هي الكربوهيدرات، يعني من البروتين ومن الفات بدأت اكون جلوكوز، جلوكو نيو جينيسيس، وهطلع الجلوكوز ده بره. قال لك طيب كويس، ده الجلوكوز ده اللي هو محتاجه او ان انا اخده كسورس اوف انرجي في كل اللي هي تقريبا كل التشو محتاجاه. قال لك لا، انا همنعه عن مين؟ همنعه عن الليبيد وهمنعه عن المصل، فده معناه decrease the utilization of glucose في الليبيد وفي المصل. أمال هتسيبه لمين؟ قال لك أنا سايبه للبرين. فاكرين الجروس هرمون كان بيعمل ايه؟ قال كان برضو بيزود الجلوكوز وبيحرم الليبيد والمصل علشان يسيبه للبرين. البرين ده ما بيقدرش ياخد او يستخدم اي سورس اوف انرجي غير الجلوكوز. البرين ده مش مخزن جلوكوز، ده بياخده دايركتلي من السيركيوليشن. البرين ده هنا هياخد ايه لما يشتغل الكورتيزول، وعشان كده كان الكورتيزول اسينشال فور لايف، وهيبتدي يشتغل معايا في الاسترس ده، هنا زود نسبه او رفع الجلوكوز عندي، وبالتالي ساب الجلوكوز للبرين وخلى الاذر تيشوز اللي تقدر تستخدم اي سورس تاني لايك اللي هو الفري فاتي اسيد اللي هيخرج من عمليه اللايبوليسيس استخدمه كسورس اوف انرجي بالنسبه لهم، واسيب الجلوكوز ده اللي هي للبرين. فهنا انت سبت الجلوكوز وزودت الجلوكوز، ده معناه ان انت هرمون اخبارك ايه؟ قال لي ده انا ديابيتوجينيك هرمون. يعني ايه ديابيتوجينيك هرمون؟ هرمون بزود من مستوى الجلوكوز في الدم، وهخلي كمان اللي هي الاذر تيشو دول اللي هي الليبيد والمصل او المصل والاديبوز تيشو هخليهم السنسيتيفيتي بتاعتهم للانسولين تبتدي تقل. يبقى انت عملت ايه كده اوفر اول على بعضيها؟ نمشي بالترتيب بقى. مثلا هبتدي اقول لك هنا ان انا الفسيولوجيكال اكشن بتاعتي الهرمون ده الموجود بنسبه النورمال في البلاد هيقوم بالاكشن اللي هي النورمال فيسيولوجيكال اكشن. فالفيسيولوجيكال اكشن بتتلخص في البدايه كميتابوليك فانكشن، ميتابوليك فانكشن على الكربوهيدرات على البروتين على الفات. هشوف هتعمل ايه. هبتدي لما اكلمك عن الكربوهيدرات، الكربوهيدرات عمل ايه؟ راح للليفر
وعمل او ساعد او استيميليت جلوكونيوجينيسيس باي الليفر، وعمل ايه؟ قال لي وراح عامل ديكريز اليوتيلايزيشن اوف الجلوكوز باي الاديبوز تيشو وباي المصل، وكمان عمل ان هو قلل السنسيتيفيتي اوف الاديبوز تيشو والمصل للانسولين علشان اسيب ايه؟ اسيب الجلوكوز. طيب ده بالنسبه للكربوهيدرات. طيب هتاني واحده البروتين، قال لك كسر كل البروتينات، فهو هنا زود الكاتابوليزم وقلل السنسيس. طيب زود البروتين ديجريديشن او كاتابوليزم مين لي فين؟ قال لي مين لي في المسلز، خلي بالك لانه هيبتدي يدي اللي هي الامينو اسيدز تركيزه اللي هيزيد في البلد، هيبتدي يدي لمين؟ هيدي للليفر، فبالتالي هنا الليفر هيستخدمه فور جلوكونيوجينيسيس. طيب وكمان لو في اللي هي الستريس فول كونديشن او في تروما، هياخد اللي هي الامينو اسيدز ويستخدمه في التيشو ريبير، تصلح بيه التشو اللي يكون فيها تروما. طيب وهل هتبتدي تكون بروتينات جديدة؟ قال لك لا، بقلل من البروتين سينثيسيس. طيب وعلى الفات عمل ايه؟ قال لك عمل لايبوليسيس عشان يطلع الفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد اللي بيخرج هستخدمه كسورس اوف انرجي في الاذر تيشوز، وكمان هبعته للليفر عشان يستخدمه فور جلوكونيوجينيسيس عشان ازود برضو الجلوكوز. والجلوكوز كل ده اللي بيزيد وبحرم منه اللي هي الأزر تشو، أنا بسيبه للبرين. يبقى شوف فهمتها إزاي، الفوكس عندك على إيه؟ زيادة الجلوكوز على حساب البروتين وحساب الليبت، على حساب البروتينات. كسرت البروتينات، طلعت أمينو أسيد، اديتها للليفر علشان يستخدمه في الجلوكونيوجينيسيس. كلمة جلوكونيوجينيسيس لو لسه ما أخدتهاش في البيوكيمستري، تخليق للجلوكوز من سورس غير الكربوهيدرات. السورس هنا عندي كان امينو اسيد لما كسرت اللي هي البروتين، او هيبقى فري فاتي اسيد لما كسر في الليبيد اللي هي ترايجلسرايد. خدتهم وعملت جلوكونيوجينيسيس، قللت اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز باي الاديبوز تيشو وي اللي هي المصل، فده الافكت على الكربوهيدرات. كسرت البروتينات وقللت البروتين سينثيسيس، ده الافكت على البروتين. عملت لايبوليسيس وخرجت فري فاتي اسيد استخدمه كسورس اوف انرجي واستخدمه في الجلوكونيوجينيسيس، ده اللي تأثير على على الفات. يبقى هنا انت جمعتهم كلهم في دايجرام واحد، انت فاهم كل واحدة بتحصل ليه، فاهم انت عملت ايه وزودت الجلوكوز. فيجي يقولك ده دايبيتوجينيك هرمون، اه تمام. طيب لو الشخص ده دايبيتك وانت عندك كورتيزول وشغال عليه، ده ممكن يعمل ايه؟ قال لي ممكن يزود اللي هي الكيتون بودس موجودة عندي نتيجة اللي هي استخدامه المستمر اللي الفري فاتي أسيد as a source of energy، فأسميه كمان كيتوجينيك. يبقى الهرمون دايبيتوجينيك، الهرمون ده كيتوجينيك، يبقى في تشابه، شايف في تشابه بين الهرمونات وبعضها. فخلي بالك إن شاء الله أحاول أعمل لكم محاضرة ريفيجن أو محاضرة تجميع اللي هي الفانكشن بتاعت الهرمون مع بعضها وتبقى ظريفة. طيب قال لك خلي بالك في وظيفة بقى للهرمونز جميلة، هسميها كلمة برميسيف أكشن. فالهرمون دول بيشتغلوا كتيم وورك، مش كل هرمون شغال لوحده. وقتيك لسه شايف اللي هو الكورتيزول مثلا شغال، فممكن الكورتيزول ده يبقى متشابه في شغله مع حد تاني أو ضد حد هرمون تاني أو بيسمح بعمل هرمون. فهقول في حاجة هنا، كلمة permissive action أو permissive effect of hormones، كلمة permissive جاية من كلمة permission. كلمة permission يعني أنا بديك تصريح. تصريح بإيه؟ تصريح بأن أنت تقوم بوظيفة معينة. يبقى أنا هنا ما قمتش معاك بالوظيفة دي، لكن just سمحت لك بأن أنت تقوم بيها. طيب وكلمة synergistic، synergistic هنا effect ان يكون فيه هرمون وبيساعد الهرمون التاني، فالاتنين مع بعض هنا قول ده ليه synergistic effect معاه. طيب وهرمون بيضاد الاكشن بتاع الاذر، يبقى antagonistic effect. يبقى انت لما بتتكلم عن الاكشن of hormones بيظهر لك كده 3 او 3 effects ممكن تقول عليهم: permissive effect، synergistic effect، antagonistic effect. انتاجونيستك من واضحه من معناها ان اللي هي تو هرمونز انتاجونيست تو ايتش اذر. سينرجيستك افكت ان هم بيعاونوا بعض في اللي هي الاكشن. بيرميسيف بقى موضوعنا النهارده او البيرميسيف اكشن، ان الهرمون ان سمول اماونت
في كمية قليلة بس لازم تكون موجودة علشان يعمل ايه؟ عشان يسمح بوظيفة للهرمونات تانية. يبقى مين اللي هي كلمة بيرميسيف افكت مين ايه؟ مين ذات ان هي ان سمول اماونت الهرمون ده الاو اللي هي الهرمونز اللي هي الاذر هرمونز تو بروديوس اكشن. يعني جلوكوكورتيكويد بنفسه هنا هلاقيه مش هو اللي هيقوم بوظيفة لكن هيسمح للهرمونات دي انها تقوم بوظيفتها. دي كلمة ايه؟ كلمة بيرميسيف وجاية من بيرميشن، وبيرميشن يعني السماء او تصريح بتقوم بيه. طيب ايه البرميسيف اكشن؟ البرميسيف اكشن هتبتدي اشوف 3 هرمونز. اول هرمونز مجموعه الكاتيكولامينز. مجموعه الكاتيكولامينز مشهورين ان احنا عندنا اللي هي ليهم المين فانكشن بتاعتهم على البلاد فيسلز كلمه فازو كونستريكشن، لكن علشان يقوم باللي هي الافكت بتاعي محتاج سمول دوز اوف جلوكوكورتيكويد عشان اعمل الفازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيسلز. يبقى دي كلمه بيرميسيف اكشن. بيرميسيف اكشن ان وجود الجلوكوكورتيكويد ان سمول دوز الاو الكاتيكولامين تو انديوس الفازو كونستريكشن. طيب تاني حاجة عندك اللي هو الكلوكاجون، وانت خدت البنكرياس وانا عارف ان الكلوكاجون ده الهرمون اللي بيزود اللي هي اللي بيكسر اللي هي الجلايكوجين الجلوكوز وبيزود الريليس اوف جلوكوز. فالبروسيس دي هنا جلايكوجينوليسيس، جلايكوجينوليسيس جلايكوجين تكسير الجلايكوجين لجلوكوز. محتاجة وجود ايه؟ محتاجة اللي هي الجلوكوكورتيكويد او الكورتيزول ان سمول دوز. يبقى ده تاني حاجة. ثالث حاجة عندي ان الكاتيكولامينز اللي هي ليه لايبوليتيك افكت بيعمل لايبوليسيس. جروس هرمون لو فاكرين وهو كمان بيعمل لايبوليسيس اللي هي الكورتيزول مهم علشان الكاتيكولامين والجروس هرمون يعملوا اللايبوليتيك افكت بتاعه. يبقى دي بسميها ايه؟ بيرميسيف اكشن. يبقى زي ما خدت الفسيولوجيكال اكشن قلت ان الفسيولوجيكال اكشن الهرمون النورمال اماونت قام بالوظيفه بتاعتي على اللي هي الميتابوليك اكشن بتاعي. طيب بيرميسيف اكشن الهرمون ان لو دوز انا محتاجاه ان سمول اماونت، محتاجاه علشان اذر هرمون ادي كلوكاجون او الكاتيكولامين او الجروس هرمون يقوموا بسيرتن اكشن. فالكاتيكولامين عشان يعملوا فازو كونستريكشن على البلاد فيسلز احتاجوا الجلوكوكورتيكويد ان سمول دوز. الكلوكاجون علشان يعمل جلايكوجينوليسيس ويزود الجلوكوز ليفل فهنا محتاج اللي هي الكورتيزول. الكاتيكولامينز والجروس هرمون عشان يعملوا لايبوليسيس احتاجوا اللي هي وجود سمول اماونت اوف الجلوكوكورتيكويد. فالوظيفه دي سميتها كلمه بيرميسيف اكشن. يبقى ده اللي هي تاني جروب من اللي هي وظائف الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيزول. كورتيزول ليه افكتس كتير احنا يعني كمان هي بالنسبه لك في الكتاب وبالنسبه لك كده بقت مختصره جدا وكونسنتريتد على الحاجات اللي هي الفيري امبورتنت اللي انت المفروض تبقى عارفها، لكن طبعا بتتقابل بحاجات كتيره ووظائف كتير. الجلوكوكورتيكويدز او مجموعه الكورتيزول في البدايه قلنا عليهم اللي هي اسينشال فور لايف. انا من غير جلوكوكورتيكويدز ما اقدرش اواجه اي ستريس. فانا هنا عندي حاجتين هتفكر فيهم، هو ايه الستريس من وجهه نظركم او تعريف الستريس، وهو ليه مهم فور ستريس. هقول لك خطوه خطوه. الاول ان الكورتيزول ده بيخليك تبقى ادابت مع الاسترس، بيعمل ادابتيشن يعني بيحاول يخلي جسمي يتاقلم مع الحاجه اللي حصلت او الاسترس اللي موجود. فبالتالي بقى الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيزول اسينشال فور لايف في الحالات دي. فلما بتعرض للاسترس اول حاجه هنا لاي استرس فور ستيمولاي بيروح لمين؟ قال لي للهايبوثالاموس، بيخرج الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون ده ساعات بنسميه اللي هي الستريس هرمون. جلوكو اللي هي كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون للانتيريور بيتويتري خرج ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي يروح للادرينال كورتكس، ومن الادرينال كورتكس بيخرج كورتيزول.
طب خلي بالك عمل ايه الكورتيزول لما خرج. قال لك الكورتيزول لما خرج ابسط حاجه زي اللي احنا كنا بنقولها، ان هنا هيبتدي يزود الجلوكوز، هيبتدي يزود امينو اسيد، هيبتدي يزود اللي هي الفاتي اسيد اللي موجود. فالثلاثه دول هنا مع ديكريز اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز باي الاديبوس تيشو باي اللي هي المصل، ساب الجلوكوز للامبورتنت اورجان عندي اللي هو البرين، فهنا ووفر اللي هي الفايل للأزر تشو عن طريق الفري فاتي أسيد اللي موجود، اللي كان موجود في الفات بالبروسيس أوف لايبوليسيس. فأنا كده ممكن أواجه الستريس بالميتابوليك فانكشن بتاعتي. يبقى الكورتيزول هنا عن طريق الميتابوليك أكشن بتاعي هو بدأ يعمل إيه؟ بدأ على البلاد جلوكوز، زود الجلوكونيوجينيسيس، طلع جلوكوز كتير، منع بقية التشو إنها تاخد الجلوكوز، ساب الجلوكوز للبرين. فبدأ هنا إيه اللي هي ده بقى من ضمن الحاجات اللي بواجه بيها إيه؟ اللي بواجه بيها الاسترس. قال لك بتواجه الاسترس بايه كمان؟ قال هنا لما انت رفعت اللي هي الجلوكوز في الدم وفرته للبرين، كمان لازم تعرف ان اللي هي البلاد بريشر بتاعي بيزيد، لان الكورتيزول ليه لما يخرج وبيخرج مع الاسترس في الكونديشن، وفي الحاله دي بيخرج بكميات اكتر من اللي هي المعتاده، فبيبقى ليه بعض المينرالوكورتيكويد اكتيفيتي. طب والمينرالوكورتيكويدز اللي هو مين؟ يعني زي الالدوستيرون كده اللي هي يحاول يرفع ايه، يرفع البلاد بريشر عندي، يبقى ليه سولت ووتر ريتينشن، فهنا البلاد بريشر عندي بيزيد. فهنا ده بيبقى مهم جدا الافكت بتاعي في السيركيولاتري سيستم. طيب الستريسفول افكت ده يا ترى هو عباره عن ايه؟ ايه تعريف الستريسفول افكت؟ يعني ايه كلمه ستريس؟ قال لي كلمه ستريس هو اي فيزيكال او منتال ستريس موجود. يبقى هنا فيزيكال او منتال ستريس زي ايه؟ فيزيكال حاجات واضحه اللي هي قال لي ممكن تكون تروما، ممكن يكون عندي البين، ده هنا مهم جدا ان يخرج عندي كورتيزول بيقلل من السنسيتيفيتي بتاعه النيرون فيخليك تتحمل البين. طيب قال ايه كمان؟ قال انا ممكن هنا اكون مرعوب من ان انا داخل عمليه جراحيه، مرعوب من ان انا داخل اكزام، عندي انكزايتي عاليه جدا. طيب جسمي في ايه؟ انا في انفكشن، سيفير انفكشن، في شوك، في انتنس وورم، انتنس كولد، حاجات ستريسفول ستيمولاي. فقال لك طب ما في حاجات كتيره ممكن اقول عليها ستريس اللي هي انها تبقى ستريس ستيمولاي. قال طب نوحد كلمه ستريسفول ستيمولاي ونقول هو الاستيمولاي اللي هيقدر ياثر على الهايبرثالاموس ويخرج كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، والكورتيكو تروبين ريليزنج هرمون يخرج الادرين وكورتيكوتروفيك هرمون اللي تروح للادرينا الجلاند وتخرج اللي هي الكورتيزول، والكورتيزول يقوم بالوظيفه بتاعته اللي هي من حيث الميتابوليك اكشن بتاعته، من حيث اللي هي البرميسيف اكشن بتاعه. برميسيف اكشن بتاعه يعني من غير وجود الجلوكوكورتيكويدز الكاتيكولامينز اللي تعمل فازو كونستريكشن وتخليك ترفع الضغط لو انت في حاله شوك، وتخليك تواجه اللي هي الانكزايتي انت واتفر، مش هقدر اتحملها، مش هتبقى موجوده. الجلوكاجون اللي هيدفع لك كميات من الجلوكوز وتستخدمها، يستخدمها البرين ويقدر ان احنا نواجه المشاكل في جسمنا، مش هنقدر. يبقى هنا انت عندك ميتابوليك اكشن، عندك اللي هي البرميسيف اكشن، دي كلها وظائف انا محتاجاها علشان ايه؟ اواجه الستريسفول ستيمولاي. فقال لك الستريسفول ستيمولاي خلي بالك ستيمولاي بقى هي اللي اثرت على الهايبوثالامس وخرجت كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. فانت هنا بيبقى الستريسفول كونديشن او ستريسفول ستيمولاي بيبقى جاي ومؤثر على الهايبوثالامس، وبالتالي لازم الكورتيزول ليفل عندي يعلى ويخليني اواجه الاسترس. وهشوف لما يحصل ديس اوردر في الجلاند وما لاقيش عندي كورتيزول مع الاسترس ان ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل ان الواحد يحصل فيه اللي هي يحصل له ديث. يبقى دي الستريسفول ايه؟ ستريسفول ستيمولاي. ستريسفول ستيمولاي بدا من الاسترس على الهايبوثالاموس، كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون يروح للبيتويتري تطلع ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون يدفع كميات كورتيزول كتيره فيزيد الكورتيزول ليفل، الكورتيزول يقوم بالوظيفه بتاعته.
طيب وما ننساش بنحط other effect، احنا لسه قايلين دلوقتي ان الكورتيزول بيبقى ليه اللي هو بعض من المينرالوكورتيكويد اكتيفيتي، فهلاقي هنا في الحالات اللي هيحصل فيها disorder ويزيد الكورتيزول هيشتغل كانه الدوسترون ويحجز لك سولت ووتر ريتينشن ويرفع لك الضغط ويعمل عندي مشاكل، ده هيبان معانا. طب ولو فاكرين في الريسبيريشن خدنا ايه؟ كنا بنقول ايه في الريسبيريشن؟ كنت بقول ان انا عندي حاجه اسمها السيرفكتانت، يا ريت تكونوا فاكرينه. وقلنا هنا السيرفكتانت ده اللي هو مهم في ايه؟ مهم في ان هو بيمنع ليه ريسبيراتوري ديستريس سيندروم في الاطفال اللي هم المولودين. فلما كنا بنقول ان لو الطفل اتولد ليه بري تيرم او بري ماتور بيبي، كنا بنديله ليه او بندي ليه للمزر لو احنا عارفين ان هي هتبتدي تدخل في ليبر بدري عن ميعادها، بدانا نقول ان احنا هندي كورتيزول، لان الكورتيزول مهم علشان يعمل ايه؟ قال لك مهم عشان ماتوريشن اوف لانج. يعني ايه كلمه ماتوريشن اوف لانج؟ يعني بيساعد على تكوين السيرفكتانت، فبيخلي الطفل ده يقدر ايه؟ يقدر ياخد النفس مع اللي هي الولاده وما يتعرضش للريسبيراتوري ديستريس سيندروم. فانا ديورنج الفيتال لايف كان الكورتيزول بيساعد على maturation of lung او تكوين اللي هي السيرفكتانت، وكنا قلناها في الموديول بتاعنا بتاع respiration ان احنا لو توقعنا ان هي الام دي هتدخل في بريترم ليبر كنا بنديها من بره اللي هو علاج اللي هي الكورتيزون ده اللي هي بياخده علشان يساعد على تكوين السيرفكتانت. يبقى احنا خدنا ايه؟ قلنا الكورتيزول، خدنا اللي هي الفيسيولوجيكال فانكشن بتاعتي اللي هي الميتابوليك فانكشن، خدنا بيرميسيف اكشن، عرفت اهميه الكورتيزول في الاستريس، واخر حاجه كده ان هي الكورتيزول ودي هنبقى نشوفها مع الديس اوردرز اللي هتحصل دي اللي هي سلايت او فيري سلايت مينرالوكورتيكويد اكتيفيتي، وبنفكركم بالعلاقه بين الكورتيزول وبين السيرفكتانت اللي احنا اخدناه. بيتبقى هنا حاجة اسمها pharmacological action of الكورتيزول، وش معنى بنتكلم عنها؟ احنا ما تكلمناش عن pharmacological action لأي هرمون تاني او عملنا ستريس عليها، انما هنا الكورتيزول لما بتاخده من بره اكسوجينس بيبقى اسمه كورتيزون. الكورتيزون كأدوية دي بتتاخد لمشاكل كتير كتير، ابسطها ان تلاقي في ناس بتاخده كأنتي ألرجي، ويمكن كتير مننا نعرف اللي هي التريتمنت بيها واللي هي الحالات اللي بتتاخد فيها. فاحنا هنا بنقول الكورتيزول ده يعني امتى اقول عليه ان هو pharmacological action او pharmacological effect؟ لما اخده بدوز اعلى من النورمال فيسيولوجيكال دوز اللي بتخرج من الادرينال جلاند. طيب هاخده ازاي؟ اللي هتاخده اكسوجينس من بره في صوره ادويه انت اخدتها، او ممكن يكون في مشكله في الادرينال جلاند او الادرينال كورتكس بتطلع كميات كبيره من اللي هي الكورتيزول. يبقى هنا كلمه pharmacological action للكورتيزول لما الكورتيزول اللي هو في جسمك او السينسيتك كورتيزول، سينسيتك كورتيزول اللي احنا بنسميه كورتيزون اللي هو بيتاخد من بره، لما اخده او يكون ليا كميات اكتر بقى من النورمال فيسيولوجيكال اللي كانت بتخرج من اللي هي الادرينال جلاند، ففي الحاله دي هنا بيبتدي ايه؟ بقول ان في هنا الافكت بتاعه يبان. طب والافكت هيبان على ايه؟ قال لي ما هو هيبان على الميتابوليك اكشن اللي انت اخدتها، هتبقى اقوى واكتر، يعني في جلوكوز كتير بيتكون، في موبلايزيشن للفات، في اللي هي بروتيوليسيس تكسير للبروتين، وهتظهر له اكشن تانية مهمه كانتي انفلام، فهتبتدي تتعامل مع اللي هي الكورتيكوسترويدز دول على انهم ليهم وظيفة انا بديهم علشان اعالج شخص، بديهم كأنتي انفلاماتوري كأميونو سبريسيف في الفارماكولوجيكال دوز بتاعتي. اميونو سبريسيف هو انا بحتاج اعمل سبريشن للاميون سيستم. يعني ايه اعمل سبريشن للاميون سيستم وليه اعمل كده؟ لا هتلاقي ان انت في ناس اللي هي اتنقلت لها اللي هي كيدني، اللي هي كيدني ترانسبلانتيشن، انت بتنقل للشخص الكيدني دي هي مش داخلة على جسمه، بتعتبر بالنسبة لجسمه اللي هي حاجة غريبة، فالأميون سيستم بتاعه ممكن يعمل لها ريجيكشن. فانت بتدي حاجات بنقول عليها أميون وسبريسيف اللي هي مثبطات لجهاز المناعة بتاعه علشان ما يطردش الأورجان اللي هو أو ما يعملش ريجيكشن رفض اللي هي الأورجان اللي أنا نقلته. فهنا دي بتظهر كده أهمية اللي هي الكورتيكوسترويدز. فهقول في الأول هنا
الاستخدام البسيط اللي هي الجلوكوكورتيكويدز لما بستخدمها فارماكولوجيكال، وان شاء الله تاخدوها في الفارما، ان انت تلاقي فيه بقى الدكاتره، في نوع من الدكاتره اللي هو بيستسهل على طول، يقول لك ايه جه طفل وجه سخن جدا جدا، فاديته حاجات اللي هي الكورتيكوسترويد عشان على طول بيوقف الفيفر، والمازر تبقى فيري هابي انها خدت علاج اللي هو راح موقف لها الفيفر والمشاكل اللي عندها. ليه؟ ده هو اداها كورتيزون، والكورتيزون ده الشغل بتاعه سبريس الانفلاماتوري رياكشن، اهم حاجه عندك تلاقيه راح عامل ايه، راح موقف كل الشغل بتاعي هنا في الاميون سيستم، وقف الشغل فيه اللي هي الوايت بلاد سيل، فراح عامل مانع او مقلل الفاجوسيتك اكشن بتاعت الوايت بلاد سيل، راح مانع اللايسوسوم، الانزيم بيمنع خروج اللايسوسوم، الانزيمز وانتوا عارفين اللايسوسوم في بروتيوليتك انزيمز اللي هي بتخرج وبتعمل ديستركشن لكل حاجه حواليها، دي اسمها بروتيوليتك انزيمز، ويقلل من الكابيلاري بيرميابيليتي. لو فاكرين كان اول حاجه في الاميون سيستم اللي هي لما اخذنا في موديول البلاد اللي هي البيرميابيليتي بتاعت الكابيلاري بتبقى زياده وتعدي الوايت بلاد سيلز وتخرج للمكان اللي فيه الانفلاميشن والمكان اللي فيه مشاكل، فهنا ده كل الحاجات دي بتعمل ايه، اللي هي بتبتدي الفيفر بتاعت الطفل تقل، في الام تبقى سعيده جدا، حست ان هي عالجت الطفل، ولو ان هي بتبقى ايه ده جاست سبريشن، لكن انا لسه ما عالجتش اللي هي الاورجانيزم، ما شفتش ايه السبب، ما شفتش ايه الموجود. فانت حتى لما تدي الكورتيكوسترويد عشان تبقى كانتي انفلاماتوري لازم اكون عاطيه معاها انتي بايوتيك اللي هي اللي هعالج بيها الاورجانيزم الموجود. طيب يبقى اول حاجه كانتي انفلاماتوري بيعمل ايه، قال لي هنا سبريس الانفلاماتوري رياكشن، هو من الحاجات اللي بيعملها، طبعا ده بيعمل حاجات كتير، ده بيوقف الاميون سيستم كله في كل حاجه، قال الفاجوسيتك اكشن بتاعت الوايت بلاد سيلز بقللها، فده بيقلل الفيفر، بمنع اللي خروج اللايسوسوم الانزيم، بقلل الكابيلاري بيربيابيليتي، ده انا كمان ممكن بيستخدم كانتي الرجيك لانه بيعمل ايه، قلل الانتيجين انتي بودي رياكشن بينتج عنه هيستامين، والهيستامين ده اللي بيدمر الدنيا وبيعمل فازو دايليشن ويزود الكابيلاري بيربيابيليتي وإديمة ومشاكل كتيره، فانا همنع ريليس اوف الهيستامين، فعشان كده بيستخدم كانتي الرجيك، يبقى سبريس الرجيك رياكشن، واللي هي ده الهستامين اللي بيخرج وبيعمل لي المشاكل انا همنعه، ده بيخرج من اللي هي الماست سيل والبيسوفيت سيل، يبقى استخدمته كانتي انفلاماتوري، استخدمته كانتي الرجيك، وكمان هيبتدي ايه يستخدم كاميونو سبريسنج. لما توقف اللي هي الاميون سيستم كله، هنا الاميون سيستم كله ما بيوقف، انت مجموعه الانترلوكينز اللي انت درستها في الاميونتي، اهمهم انترلوكينز 1 و 2 و 6 والتيومر نكروزيس فاكتور وكل ده، برضو بيوقفوا الكورتيزول، يعني انت كانك بتهد الاميون سيستم كله. قال لك في بعض الحالات انا محتاج اللي هي كانتي انفلاماتوري وانتي الرجيك ووقف الاميون سيستم علشان اللي هي الافكت بتاعه اللي هي اللي موجود واستغله، لكن هنا احيانا بقى بيبقى معاه زي السايد افكت بتاعه، اي دراج بتاخده بيقول لك ليه سايد افكت، فيقول لك السايد افكت عندي ايه، الحاجات اللي انا ما كنتش احب ان العيان يعاني منها، انديزايربل افكت اللي ممكن نلاحظها مع طول استخدام اللي هي الكورتيزول او استخدام الكورتيزول لفترات طويله. قال لك هيحصل ايه، والله ممكن العيان ده يجيله جاستريك ألسر، ألسريشن هنا في الوول اوف ذا ستومك نتيجه لاستخدام الكورتيزول لفترات طويله، ممكن يجيله ايه كمان، قال ممكن يجيله اللي هي البلاد بريشر يزيد، اللي هي هنا يبتدي يعاني من اللي هي الهايبرتنشن، ممكن البلاد فيسلز يحصل فيها تشينجز ويحصل فيها اثيروسكلروسيس، ممكن لو كانت في ميل يحصل ليها المينسترال ديستربنس والبون بتاعها او البون هنا بيتاثر، بيحصل ليها البون ثيننج او اللي هي البون هتعرفوا ان هو بيتكون من اللي هي تو سيلز بتكونه اوستيوبلاستيك سيل والاوستيوكلاستيك سيل، اوستيوبلاست اللي هي البون فورمينج سيل والاوستيوكلاست البون ايتينج سيل. وجود الكورتيزول بيعمل ايه او استخدامه فترة طويلة بيعمل كلمة بون ثيننج،
ففي هنا اللي هي دايما الدراجز او دايما السايد افكت بيظهر لما اخدته في الفارما. فعندي هنا في الكورتيزول لما استخدمه لفتره طويله ممكن العيان بتاعك يبتدي يشتكي لك من مشاكل في الاستومك تبقى ناتجه عن اللي هي الجاستريك ألسر، الضغط بتاعه يرتفع لان هو بيبتدي الكورتيزول لما بيتاخد ودوز عاليه وفتره طويله يبقى ليه مينرال وكورتيكويد اكتيفيتي ويبتدي يرفع الضغط. كمان ممكن بيزود الافكت اوف كاتيكولامينز على اللي هي التشو فيبتدي يكون في فازو كونستريكشن ويرفع برضو معايا البلاد بريشر. ممكن يحصل تشينجز في الوول اوف ذا بلاد فيسلز اثيروسكلروسيس المينسترال ايرجولاريتيز. هنشوف دلوقتي ايه اللي بيربط اللي هي الكورتيزول بال بالديستربنس في المنستريشن والبون بيحصل فيه. دي مشكلة جامدة جدا في الناس اللي بتمشي على اللي هي الكورتيزول فترة طويلة. كلمة بون ثينينج زي ما قلت لكم اللي هي التو سيلز اللي هي السيل بون فورمينج سيل بيعمل لها انهيبيشن والبون ايتينج سيل بيعمل لها ستيميليشن فبيحصل اللي هي البون ثينينج اللي هي الاوستيوبلاست والاوستيوكلاستيك سيل. الكورتيزول كمان لاحظوا فيه حاجة غريبة، قالوا ان هو كمان ليه افكت على الريد بلاد سيلز انه ممكن يعمل بوليثايسيميا لما يكون في زيادة، ونقص الكورتيزول ممكن يوصل لأنيميا. وهنا كانوا بيقولوا مش يعني مش واضح بالظبط اللي هي الفاكتور ده او اللي هي التأثير ده مش كبير قوي، لكن لو احنا فاكرين كان الكورتيزول من الحاجات اللي بتساعد على او بتحفز تكوين الإريثروبوتين اللي هو الهرمون اللي بيكون الار بي سيز. فالكورتيزول بيساعد على البرودكشن اوف الار بي سيز، ولقوا ان هو في الاكسس دوز يبقى يعمل بوليسايسيميا ولما يقل يعمل اللي هي الانيميا. طيب وكمان لو خدت الكورتيزول فور لونج ديوريشن فتره طويله ممكن ياثر على كل الليمفويد تيشو اللي موجوده عندي في جسمي، فكل الليمفويد تيشو هنا ممكن يبتدي يحصل لها اتروفي، ودي بتبقى اللي هي ايه بتبقى مشكله. دي هنا بتوقف لك كل السيلز اللي هي وخصوصا التي سيلز اللي هي بتقف وبيحصل اللي هي مشاكل للشخص ده. بس احنا هنا بنستفيد من ان التي سيل هنا بتقف اللي هي من ايه لما قلت لكم اللي هي الشخص اللي احنا بنعمل له organ transplantation واللي مسؤول عن rejection of اللي هي الorgan اللي انت بتنقله اللي هي النوع اللي هي الخاص اللي هي من انواع التي سيلز. فانت هنا لما بتوقف التي سيلز ده بيخلي الاستخدام بتاع الكورتيزول ك كاميونو سبريسنت بيخليه مهم. يعني انت هنا على الرغم من بيبقى فيه سايد افكت لكن انا بعمل ايه؟ قال لك هنا انت بتبتدي تحط كفتين ميزان، ايه البنفيت اللي انا هاخده من علاجي بالكورتيزول وايه الريسك اللي انا بتعرض له. فانت هنا الريسك اللي بتتعرض له في ريسك عالي جدا بتعرض له لما اخد اللي هي الكورتيزونات. زي ايه؟ قال لي ده ممكن يحصل كلمه فالمينيتنج انفكشن. فالمينيتنج يعني انفجار، في انفكشن هنا انت رحت عامل سبريشن للانفلاماتوري بروسيس. وعشان كده قلت لكم لما ندي لأي حد اللي هي الكورتيزون يقول لك under umbrella of antibiotic، يعني ايه؟ حماية ومظلة من الانتيبيوتيك اللي هي تبقى واخدها هنا علشان تحمي ايه؟ تحمي اللي هي البيرسون ده من fulmination of infection. طب ده انت هنا ممكن اللي هي العيان بتاعك يوصل لان انت ما تقدرش تعمل تتحكم او يوصل للدس. ليه؟ قال لك ده في انواع اللي هي زي ما درسته التيبركلوزيس، والتيبركلوزيس ده هنا كان اللي هي تيبركلوس وبيبقى حواليها الفايبروتيك او فايبروسيس وقفل عليها وبحاول اعمل ايه اتحكم فيه. فممكن الكورتيزون لما اخده بيوقف كل اللي هي الانفلاماتوري بروسيس وبيمنع الفايبروسيس ده انه يتحصل، فبيحصل فالمينيشن للتيبركلوزيس ممكن يخلي الشخص ده يوصل لحالات الدس. فانت هنا لما تدي دايما اللي هي الكورتيزون كانتي انفلاماتوري لازم اكون بحمي العيان من السورس اوف انفكشن اللي موجود عندي. طب اللي يخليك تعرض العيان لمشاكل وايه اللي يخليني اديله كورتيزون من اساسه طالما هو بالخطوره دي عشان البنفيت اللي انا هحتاج محتاجه؟ قال لي محتاجه في ايه؟ قلت ان انا محتاج للكورتيزون علشان انا هديه في الناس اللي عامله اورجان ترانسبلانتيشن، عمليات اللي هي زراعه الاعضاء اللي هي سواء بنقل كدني او دلوقتي في اللي هي
الهارت، فممكن يتعرض الشخص ده اللي هي الريجكشن اوف اورجان اللي انا بنقله، فعشان كده انا بتحمل الريسك في سبيل ايه، في سبيل البنفيت الموجود عندي. وعندي كمان مشكله خطيره هنشوفها دلوقتي، اللي هي مشكله الاكسوجينس الكورتيزول، والشخص اللي هياخد كورتيزونات لفترة طويلة من بره جسمه هتعمل ايه في الهايبوثلاميك بيتويتري ادرينال اكس، ايه الافكت عليها، ايه المشكلة. فهنبتدي هنا نقول الجلوكوكورتيكويد ريجوليشن الاول. فالجلوكوكورتيكويد ريجوليشن هي under regulation of الهايبوثلاميس والبيتويتري. طيب هي مين؟ نرجع بقى نراجع في محاضرة الانترودكشن، هي مين اللي هي الجلاند اللي كانت تحت سيطرة الهايبوثالامس والبيتويتري؟ كان عندي الثيرويد وادي الادرينال كورتكس والجونادز. لو احنا فاكرين كان في بيخرج من الهايبوثالامس الهرمونز اللي هي الهايبوثالاميك هرمونز اللي احنا اتفقنا بتنتهي باللي هي ريليزنج هرمون او انهبيتنج هرمونز، توصل للانتيرير بيتويتري اللي هي تروفيك هرمون او تروبيك هرمون اللي بتعمل ريجوليشن اللي هي الاذر جلاند اللي هم الثيرويد وادي الادرينال كورتكس وعندي الجونادز. طيب لو احنا رجعنا تاني لمحاضرة الانترودكشن وقلنا هنا الكونكشن بين الهايبوثالامس والانتيريو بيتويتري كان كونكشن شكله ايه؟ قال لي الكونكشن ده هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن، هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال، دي البورتال سيركيوليشن، البورتال سيركيوليشن ادي هنا الارتريس وبعدين وان سيت اوف كابيلاريز انذر سيت اوف كابيلاريز وبعدين تخرج في اللي هي الفين. فدي البورتال سيركيوليشن، دي الكونكشن بين الهايبوثالامس وبين الانتيريو بيتويتري. طيب ايه الهرمون اللي خارج من الهايبوثالامس؟ هيتسمى بالهرمون اللي هتخرجه الانتيريو بيتويتري عشان يروح للادرينال كورتكس، فالتسميه كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، يبقى ده الهرمون الاول. يبقى الهايبوثالامس بيتحكم من خلال كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون ده هيخرج من الهايبوثالامس، ولما يخرج من الهايبوثالامس هيوصل فين؟ قال لي من الهايبوثالامس هيوصل ليه ثرو الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن للانتيريور بيتويتري. رايح للانتيريور بيتويتري لمين؟ قال رايح للانتيريور بيتويتري عشان يخرج اللي هي الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون. يبقى اللي هي الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون يوصل فين؟ قال للادرينال كورتكس. رايح لمين في الادرينال كورتكس؟ للزونا فاسيكيوليتا عشان تخرج الكورتيزول. يبقى دي اول خطوه. يبقى انت بدات بايه؟ قال لي هبتدي هنا بالهرمون اللي خارجه من الكورتكس كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. هنا اسمها ايه؟ ادرينوكورتيكو لانها رايحه للادرينال كورتكس تروبيك هرمون، يبقى عرفت انها خارجه من الانتيريور بيتويتري رايحه للادرينال كورتكس خرجت اللي هي الكورتيزول. كورتيزول بيرجع بنيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس وعلى الانتيريور بيتويتري. ومين ذاكر محاضره الانترودكشن وفاكر ان دي اسمها ايه؟ لونج فيدباك او لونج نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ان الهرمون اللي خارج من الجلاند يرجع بنيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس وعلى اللي هي الانتيريور بيتويتري. طيب طالما قلت لنا ده اللونج، هل فين الشورت؟ الشورت لو خرج من البيتويتري اللي هو الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي خارج من البيتويتري رجع على الهايبوثالامس، يبقى من البيتويتري للهايبوثالامس نيجاتيف فيدباك، ده اسميه اللي هي الشورت نيجاتيف فيدباك. يبقى خدنا الهايبوثالاميك هرمون اللي هي كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون راح للانتيريو بيتويتري، يبقى هنا بايند بمين؟ بالكورتيكوتروب سيل اللي بتخرج ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون ستيميليتر ادرينال كورتكس عشان تطلع كورتيزول. وهنا في نيجاتيف فيدباك ميكانيزم بين ايه؟ بين اللي هي الادرينال كورتكس او خروج الكورتيزول وبين الادرينال جلاند وهو كمان الهايبوثالامس اللي سميناه اللونج نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طيب خلي بالك من البوينت اللي قلت لك هاجلها اللي هي الاكسوجينس كورتيزول. ايه الافكت بقى بتاع الكورتيزول من بره لما انت عرفت ان اساسا اللي هي اكسوجينس كورتيزول اللي هو الكورتيزون اللي انت بتاخده، الدراج اللي اسمه كورتيزون اللي انت بتاخده من بره، بما اني عرفت ان اللي هي الاندوجينس بتاعي او الكورتيزول هنا كان بيرجع بنيجاتيف فيدباك افكت ويقلل الريليز اوف ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون والكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، فانت لازم تعرف ان اللي بتاخده من بره الاكسوجينس بيرجع بنيجاتيف فيدباك على الجلاند.
فقلل الريليز اوف ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون. طب شايفين الجلاند بيحصل لها ايه؟ ركز مع الجلاند، شايف الجلاند دي حصل لها ايه؟ حصل لها اتروفي. ليه حصل لها اتروفي؟ لان الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون اللي انا عملت له نيجاتيف فيدباك وقللته، ده كان تروبيك هرمون للادرينال جلاند. يعني ايه تروبيك هرمون للادرينال كورتكس؟ تروبيك هرمون يعني الهرمون اللي بيحافظ على النمبر والسايز اوف ذا جلاند وبيزودهم، يعني اللي هو بيعمل جروس في اللي هي الجلاند، بيحافظ على النورمال انتجريتي اوف الجلاند لما يكون في النورمال ليفل. طب لو حصل ان هو قال يحصل ايه في الجلاند دي؟ قال لي حصل اتروفي. ولو فضلت تستخدم اكسوجينس كورتيزول بكميات كبيره من بره لفترات طويله، فانت عرضه لانه يحصل ايرفرسبل اتروفي of الجلاند. يعني ايه irreversible atrophy؟ يعني اتروفي ومش هترجع تاني، وبالتالي تكون اتحرمت من وجود اللي هي endogenous cortisol. طيب ده فيه خطورة جدا، علشان كده احنا لما بناخد اللي هي الكورس بتاع الكورتيزون، وده يمكن برضو يتقلقوا في الفارما، ان انت بتبتدي تحسب له الجرعات وبتحسبها، بيبتدي يزودها جراديوال، ولما بيبتدي يسحبها من الجسم بيعمل لها جراديوال withdrawal. جراديوال withdrawal يعني بقلل الدوز بالتدريج عشان اسمح للانتيروب بتويتري واسمح للهايبوثالامس ان هم يشتغلوا، ويبتدي يخرج normal level of adrenal corticotropic هرمون، وتبتدي الجلاند تشتغل. وتاني حاجة، ما تسمحش للشخص انه ياخد الكورتيزول لفترة طويلة، وإلا الشخص ده يبقى ايه يحصل ليه الريفيرسبل اتروفي. طب تقول لي وايه يعني ما يحصل الريفيرسبل اتروفي؟ لا، انا بيجي علي حالات بتعرض للستريس، والستريس ده اتفقت ان هو بيعمل ايه؟ الستريس ده المفروض بيخرج لي كميات زيادة من اللي هي الكورتيزول. فلو انت كنت واخد اكسوجينس كورتيزول وحارم اللي هي الجلاند هنا بتاعتك اللي هي الادرينال كورتكس من الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، فبالتالي لما بتعرض للستريسفول كونديشن ما بقدرش ازود كميه الكورتيزول. الكميه اللي انت بتاخدها من بره دي ثابته، لكن مع الستريسفول كونديشن الماجنيتيود اوف انكريز البلازما كورتيزول كونسنتريشن بتبقى بروبورشنيت مع الانتنسيتي اوف ستريسفول ستيمولاي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما زاد الستريسفول ستيمولاي وكانت الانتنسيتي بتاعتي قويه، يبتدي يخرج كميات اكتر من الكورتيزول علشان تواجه المشكله اللي عندك في جسمك. فانت هنا برضو شايف المشكله الثانيه اللي تعرضت لها لما خدت الاكسوجينس كورتيزول، ودي اللي هي السطرين اللي احنا كنا مأجلينهم لما قلت لك فيه هنا مشاكل مع الاكسوجينس كورتيزول. فدي المشاكل ليها ان الجلاند بتاعتك بقى فيها اتروفي، وفيها اتروفي يعني لو انا فضلت شغالة لفترة طويلة على الجلاند دي باكسوجينس كورتيزول، فأنا حرمت الجلاند دي من الأدرينو كورتيكوتروفيك هرمون، والأدرينو كورتيكوتروفيك هرمون ده من اسمه ده التروفيك هرمون أو تروبيك هرمون للأدرينال جلاند اللي بيحافظ على النورمال جروس والديفلوبمنت بتاعها، فبيبتدي يحصل فيها أتروفي. لو أنت استخدمت الاكسوجينس كورتيزول فور لونج ديوريشن، فبيحصل إيه؟ الريفرسبل أتروفي أوف الجلاند. يبقى دي المشكلة اللي شخص ايه بيواجهها. وانت هنا الستريسفول ستيمولاي مع الستريسفول ستيمولاي اللي اتفقنا عليها بيزيد اللي هي كميه الكورتيزول اللي خارجه، فبتخلي جسمك يواجه اللي هي المشكله. طيب عندي نقطتين مهمين قبل ما اخلص اللي هي الحته بتاعه الريجوليشن دي، والنقطتين دول هترجع لي بيهم هنسالك عليهم مره في الايه في الديس اوردر. ان الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي بيتكون من اللي هي الانتيريو بيتويتري ليه بريكارسر. يعني ايه بريكارسر؟ يعني في لارج مولكيول بيتكون منه، المولكيول ده اسمه برو اوبيو ميلانو كورتين. ايه بقى البرو اوبيو ميلانو كورتين ده، وليه وقفنا عنده وليه قلناه؟ قال لي لان البرو اوبيو ميلانو كورتين ده اللي هو البريكارسر للادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، هو كمان بريكارسر لحاجتين. قال لي ايه هما الحاجتين؟ هقول لك الحاجتين اللي هما الالفا ميلانو سايت ستيميوليتنج هرمون، وكمان اللي هو البيتا اندورفين. دول هما ايه البريكارسر اللي جايين، او اللي هما الثلاثه اللي بيبقى جاي المولكيول بتاعهم من او مكونين من البرو اوبيو ميلانو كورتين. قال لك طيب واستفدت انا ايه من المعلومه دي؟ لا، استفدت حاجه مهمه جدا، ان اللي هي الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون هيبقى ليه
بعض اللي هي الخصائص او اللي هي الوظائف لايك الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. ايه الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون ده؟ المفروض هرمون يتحكم في اللي هي الميلانين. طب واحنا ايه الميلانين دي؟ الميلانين دي الماده اللي هي بتعمل تصبغ في الجسم او تعمل اللي هي البيجمنتيشن. طب واحنا مالنا ومالها؟ هي موجوده عندنا؟ قال لا، هي مش موجوده، لان هي اساسا بتخرج من الانتر. احنا مش قلنا في الانتيرير بتويتري عندي في اللي هي الانتيرير والبوستيرير وكان بينهم انترميديت. فالانترميديت ده عندنا ريدومنتري، فهو في بعض اللي هي الانيمال بيبقى موجود وبيخرج اللي هو الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون بكثره وبيتحكم في البيجمنتيشن بتاعه السكن. بالنسبه لنا مش موجود، لكن لما هيحصل مشكله ويزيد الليفل اوف ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون هيبتدي يبان مشاكل ريليتد للبيجمنتيشن اوف سكن، لان هو هيبقى لايك الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، لان هو والادرينو كورتيكوتروبيك هرمون والبيتا اندورفين جايين من نفس المولكيول، ليهم نفس التركيبه. وانت لازم تعرف ان هي الهرمونات اللي بيبقى ليها تركيبه مشابهه، زي الاكزامبل لو احنا فاكرين جروس هرمون وكان البرولاكتين خارجين وليهم برضو نفس اللي احنا قلنا عليهم اللي هم 9 امينو اسيد وخارجين، ليهم في تشابه كبير بينهم، فبرضو ممكن يكون هنا الجروس هرمون يبقى ليه بعض الافكت لايك اللي هي البرولاكتين. فعلشان كده هنا برضو الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون هيبقى ليه افكت في البيجمنتيشن اوف سكين، ودي هنبقى ناخدها. الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون كمان والكورتيزول ليهم حاجة مهمة جدا، حاجة بنقول عليها كلمة ديورنال فاريشن او السيركاديان ريزم. يعني ايه كلمة سيركاديان ريزم؟ سيركاديان ريزم اللي هي الساعة البيولوجية بتاعتي اللي هي بتخلي جسمي والاكتيفيتي بتاعتي ماشية مع الليل والنهار. النهار اللي هو فترة الاكتيفيتي والليل فترة السليب والريست، هي كأنها فنجال القهوة بتاعتك اللي انت خدته. ظهور الكورتيزول الصبح بدري زيادة الليفل بتاعه اللي هي هنا، ده كأنه المنبه بتاعي أو فنجال القهوة بتاعي اللي أنا أخدته الصبح. يبقى أنت أول ما بتصحى بتاخد فنجال القهوة بتاعك، فنجال القهوة بتاعنا في جسمنا هو اللي هي الكورتيزول. قال لي إزاي؟ قال لي الكورتيزول بيبقى أعلى مستوى لي هنا الصبح بدري أول ما بتقوم من النوم. طيب وأقل مستوى ليه؟ أقل مستوى ليه في منتصف اللي هي الليل. قال لي يعني إيه؟ قال لي يبقى كده الليفل بتاعي اللي هي البلازما ليفل أوف كورتيزول الكونسنتريشن بتاعتي مش ثابتة، هي هنا بيقل وأقل حاجة بتبقى في منتصف الليل تقريبا، وبيبقى في زيادة وأعلى زيادة ليه بتبقى مع اللي هي الساعات الأولى من اليوم. فهنا دي بنسميها كلمة ديورنال ريزم أو سيركاديان ريزم. ان يبقى الوظائف بتاع جسمك مرتبطة باللي النهار وبالليل، والنهار هنا مرتبط باللي الاضاءة ومرتبط بالاكتيفيتي. فانت مع بداية اليوم ده قمة الاسترس بالنسبة لنا، فلاقي الكورتيزول عندي زيادة، وبالليل هنا مع قمة الريست والريلاكسيشن يبقى اقل ليفل او اقل مستويات اشوفها في الكورتيزول الاقيها في ايه؟ في نص الليل. وطبعا بما ان احنا بنقول ان الكورتيزول اللي هي السيركاديان ريزم، فهي بيبقى زيها اللي هي الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، وكل دول اندر كنترول اوف ايه؟ برضو الديورنال فاريشن بتاع مين؟ الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. ده موضوع جميل جدا، موضوع اللي هي السيركاديان ريزم ده، او اللي هي الخاصه باللي هي حاجه اسمها الساعه البيولوجيه اللي موجوده في جسمي اللي هتتحكم في الاكتيفيتي اوف سام هرمونز اللي بتخليك هنا تقدر تواجه الاكتيفيتي الصبح بدري اول ما تقوم. فتلاقي اللي هي الكورتيزول البلازما ليفل بتاعي بيبقى الهايست ليفل اللي هي مورنينج او قبل ما تصحى على طول وهتبتدي تواجه الحياه الصبح، الاقي مستوى الكورتيزول عندي عالي. طيب وفي ساعات الليل؟ الاقي في ساعات الليل بيبتدي يقل اقل حاجه في منتصف الليل. وكده تبقى ايه؟
تبقى جمعت اللي هي الريجوليشن اوف اللي هي الكورتيزول، هايبوثالاموس كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، للبيتويتري يطلع ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون تطلع الكورتيزول، ارجع بنيجاتيف فيدباك افكت على البيتويتري وعلى الهايبوثالاموس. المين كنترولر عندك حاجتين، اكتر حاجتين واضحين اللي عرفتها دلوقتي، النورمال دايرنال ريزم. يعني ايه الدايرنال ريزم؟ سيركاديان ريزم، ان الكورتيزول ليه ريزم اعلى حاجه في ساعات النهار الاولى في بدايه اليوم قبل ما تصحى على طول عشان تقدر تواجه الستريس بتاع الاكتيفيتي بتاعت اليوم وتتحرك من اللي هي قمه الريست والسليب للاكتيفيتي، دي اللي هي الدايرنال ايه دايرنال ريزم. وتيجي في فتره اللي هي الدارك وفتره اللي هي الليل تبقى اقل حاجه في منتصف الليل، والستريس والافكت بتاع الكورتيزول، والكورتيزول من اهم الهرمونات اللي ريليتد للستريس. وان شاء الله بقى احاول اعمل لكم برضو اللي هي محاضره مراجعه تبقى نجمع فيها الحاجات اللي هي الستريس وتاثيره على الهرمونز. قلنا الستريس فور ستيمولاي، الستيمولاي اللي قادره تروح على الهايبوثالاموس وتطلع لك كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. طيب نكمل اخر حاجه، طبعا لو ان انا تعبت يعني، بس نكملها علشان نبتدي في جزء جديد في المحاضره اللي هي البارت الثاني ان شاء الله بكره. الادرينال 6 هرمون، احنا قلنا هنا دي زونا جلوميريلوزا خرجت الالدوستيرون، والزونا فاسيكولاتا خرجت كورتيزول، خلي بالك كلمه كورتيزول، والزونا الداخليه اللي هي زونا ريتيكولاريس اللي هي هتخرج اللي هم 6 هرمون اللي هم الاندروجين. اللي هي الادرينال 6 هرمون هي بتخرج اللي هي الادرينال اندروجين، والادرينال اندروجين هنا مين اللي بيخرج؟ اللي هو دي هيدرو اي باندو ستيرون والاندروستينيديون اللي بيتحولوا هنا او بيروح اللي هي الاذر تيشو وبيتحولوا للي هي الاستروجين. يعني هنا بوس الميل والفيميل عندهم بوث 6 هرمون. يعني لو بصينا للميل هلاقي عنده اللي هو دي هيدرو ايبانتستيرون ده والاندروستينيديون ممكن يتحولوا في التيشو للاستروجين، يبقى عنده هنا الهرمون اللي موجود في الفيميل، والفيميل عندها الهرمونات بتاعه الميل اهي اللي خارجه من الادرينال كورتكس. يبقى هنا بوث 6 في بوث 6 هرمون. يعني لو بصينا على الفيميل هنلاقي ان الفيميل اللي هي المفروض اللي عندها الاوفرز، والاوفرز بيخرج الاستروجين وبيخرج البروجسترون، وهو الاستروجين هو الفيمناين هرمون اللي هو بيديها الفيميل كاركتر او فيمناين كاركتر، عندها تستوستيرون او عندها الاندروجين هرمون. الاندروجين هرمون اللي هو خارج منين؟ قال لي خارج من الادرينال كورتكس، اللي هو خارج ايه؟ اللي هو الديهايدرو ايبانتستيرون والاندروستينيديون اللي خارجين عادي زي لها زي الميل. يبقى من الادرينال جلاند بيخرج لها كميه ايه؟ كميه اندروجين. طيب والميل؟ ما هو الاندروجين اللي هو اللي خرج ده بيتحول لانواع من الاستروجين، فالميل هو كمان عنده اللي هي الهرمون اللي هو الفيميل 6 هرمون. طيب بالنسبة للميل أدرينال أندروجين دول إيه الإفكت؟ ولا حاجة، لأن هما لايك التستوستيرون، والتستوستيرون ده الهرمون القوي اللي خارج من التستس وهو اللي بيدي اللي هي الميل كاركتر. طيب بالنسبة للفيميل، يبقى هنا الديهايدروبانتستيرون بالنسبة للميل ما يبانش قوي لأن عنده اللي هو الهرمون اللي هو التستوستيرون، لكن بالنسبة للفيميل ده مهم في بعض الحاجات. أولا لما كنا بنتكلم عن اللي هو الجروث، فكنا بنقول فيه اللي هي الهرمونز من ضمن الهرمونز المهمة للجروث فهو التستوستيرون وقلنا الاستروجين، لكن بالنسبة للمقارنة بين الاثنين فالتستوستيرون هو هرمون قوي للجروث. فهنا لما يكون الفيميل عندها اللي هي كمية قليلة من التستوستيرون اللي خارجة من الأدرينال جلاند فدي مهمة فور اللي هي بيوبرتال جروس سبيرت. كلمة جروس سبيرت يعني النمو ايه اللي هو مع البيوبرتي تلاقي فيه انكريس في الجروس. طيب وبعض اللي هي الميل اللي هي او ديستريبيوشن اوف الهير في الفيميل لايك البيوبيك والاكسيلري هير، حاجات ريليتد اللي هي السكس درايف في الميل في الفيميل اللي هي الموجوده، الماسكولينايزنج افكت، ما انت لما يكون في اللي هي النورمال النورمال ديفلوبمنت ليها اللي هي او للمسل او اللي هي
تبقى الفيميل لايك الميل في الـ في الـ في الديستريبيوشن اوف هير في الـ في التشينجز اللي بتحصل. ففي النورمال اماونت اوف تستوستيرون اللي خارجه من الادرينال كورتكس فهي بتبقى بتخدم الفيميل في انها تهلب الفورميشن اوف ار بي سيز لو فاكرين كان اللي هي الاندروجين من ضمن الحاجات الاستيميوليتد اللي هي الاريثروبوتين فتساعد في تكوين الار بي سيز. طيب في اللي هي الجروس لكن ما هتعملهاش ماسكولينايزيشن. ماسكولينايزيشن يعني تخلي الفيميل لايك الميل والكلام ده هيتفهم اكتر في الريبرودكشن. طيب اهميه الاستروجين ايه بالنسبه للفيميل؟ هل هيبقى مهم ان في شويه استروجين يخرجوا لها من الادرينال كورتكس؟ طبعا ده فيري فيري امبورتنت لان الفيميل دي مش هيفضل يخرج لها بعد المينيبوز. في المينيبوز هنا بيبقى ليه وقف الريليز اوف السكس هرمون من الاوفري فبالتالي بتبقى الفيميل ما عندهاش اللي هي الهرمونات اللي هي الاستروجين وبيبقى من الحاجات المهمه ان يخرج من الادرينال كورتكس استروجين. فالاستروجين اللي هي اللي خارج من الادرينال كورتكس مهم للميل وهنعرف برضو من وظائف الاستروجين لما ناخده في الريبرودكشن انه مهم للميل وللفيميل اللي هي البوست مينيبوز. طيب بيبقى حاجه واحده اللي هي ريجوليشن اوف سيكريشن اوف ادرينال اندروجين. مش الادرينال اندروجين ده خارج من الادرينال جلاند بالادرينال كورتكس؟ طيب يبقى هنا هيبقى اندر كنترول اوف ايه؟ هايبوثالامس ماشي، كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون تمام، انتيريو بيتويتري تمام، راح هنا خرج ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، موافقه على الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. يبقى الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون هنا وافقنا عليه فين؟ في الزونه فاسيكولاتا والزونه ريتيكولاريس ستيمولييت ريليز اوف هرمون وليهم تروفيك افكت، لكن الزونه جلوميريولوزا اللي بتخرج الالدستيرون ما كانتش اندر كنترول اوف ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون وكانت تروبيك هرمون ليها اللي هو الانجيوتنسين 2. انما هنا الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون بيروح للزونه ريتيكولاريس اللي هي في الادرينال كورتكس وبيخرج الاندروجين. الظريف هنا ان الاندروجين اللي خرج لما يعمل نيجاتيف فيدباك افكت بيرجع بنيجاتيف فيدباك افكت على مين؟ هتتفاجئ دلوقتي وانت راجع هتلاقيه رجع بنيجاتيف فيدباك على الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. هم مين الجونادوتروبين ريليزنج هرمون؟ اللي هيروحوا للانتيريو بتويتري عشان تخرج اللي هي الهرمونز اللي بتاثر على الجونادز اللي هم مين؟ ال LH وال FS اللي بيروحوا للجونادز سواء في الميل او في ميل اللي هي التستس او الاوفري وبتعمل اللي هي الهرمونات اللي هي سواء في الميل او في الفيميل اللي مسؤوله عن الهرمونز لايك اللي هي الاندروجين او استروجين ومسؤوله عن عمليه تكوين الجاميتس سواء اللي هي الاوفم او السبرم. شايفين هنا الحته المهمه جدا دي ان الاندروجين اللي خرج من الادرينال جلاند لما يرجع بنيجاتيف فيدباك افكت ما رجعش على اللي مخرجه اللي هو الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون ولا الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، رجع على الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. طب تقول لي ايه اهميه الكلام ده؟ هو ده مهم؟ اه مهم جدا. مهم في ايه؟ ان المفروض هنا ان في اوفرلاب بين الزونه فاسيكولاتا والزونه ريتيكولاريس ولو غابت الانزيمز اللي هي بتساعد على تكوين الكورتيزول فبيبتدي كل الكوليسترول اللي موجودين في التو زونز دول اللي هو الزونه فاسيكولاتا وريتيكولاريس يتوجهوا ناحيه تكوين الاندروجين. ناحيه تكوين الاندروجين دي لو في ميل هيتكون عندها اندروجين اكتر من المفروض واحنا قلنا لو هو في الحدود النورمال ما يحصلش مشاكل، لكن في لما يزيد يحصل كلمة فيريلايزيشن. فيريلايزيشن او ماسكولينايزيشن يعني الفيميل تبقى لايك الميل في الفويس وفي الديستريبيوشن اوف هير او انكريز الهير ومشاكل كتير. هي هتيجي تعاني من المشاكل دي اللي هي بتاعت الهير الكتير اللي طلع لها في اماكن اللي هي في الفيس وفي اماكن. طيب هي بتعاني منها وهي فاكره ان المشكله ريليتد ليه؟ المشكله ريليتد للهرمونز اللي هي بتاعت اللي هي الجونادز، لكن لما تيجي تعاني
اعمل لها اللي هي الهرمون البروفايل، نلاقي ان نو كورتيزول، وكان المفروض هنا الكورتيزول اللي هو يخرج ويرجع بنيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس وعلى الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون والادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، ما بقاش موجود، فبقى يخرجوا بكميات عاليه ويروحوا يوجهوا الادرينال كورتكس انها تطلع اندروجين كتير. فعشان كده الفيميل دي بقى عندها فيريلايزيشن، وهي واضح عندها الفيريلايزيشن لما تيجي تدور عليها تلاقي فيه كمان ايه الريجولر منستريشن، الاقي ما فيش هنا اوفم بتتكون، وبرده في الميل يجي يعاني من انفيرتيليتي، ما فيش اللي هي سبيرم بيتكون، في مشاكل عنده. والدياجرام ده مهم جدا، وممكن هنرجع لما ناخد الريبرودكشن موديول ممكن نرجع عليه مره تانية. انت فهمت بس اللي هي الجزء اللي عندي ان الادرينال كورتكس بتطلع اندروجين، الاندروجين في النورمال اماونت في النورمال ليفل ما يعملش مشاكل في الفيميل ولا يعمل مشاكل في الميل، لان هو ده الهرمون بتاع الميل. ففي الفيميل ما فيش عندها مشاكل لانه في النورمال اماونت، وانه لما بيرجع بفيدباك ميكانيزم نيجاتيف فيدباك ميكانيزم بيرجع على جونادوتروبين ريليزنج هرمون. مشاكلهم هتحصل في الفيميل في حاله غياب الانزيمز في الزونه فاسيكيولاتا اللي مسؤوله عن تكوين الكورتيزول، فيقل الكورتيزول وما يبقاش عندي نيجاتيف فيدباك، ويزيد الكورتيكوتروبين والادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، ويوجه كل الكوليسترول الموجود لتكوين الاندروجين، فتبتدي الفيميل تعاني من فيريلايزيشن، وابتدي اكتشف ان هي ما عندهاش اوفيوليشن، في عندها ريجولار منستريشن ومشاكل في المنستريشن. ودي هنا قلنا لك لما يكون في هنا العلاقه ما بين اللي هي الادرينال كورتكس وبين مشاكل اللي هي ريليتد للجونادز. طيب يا ترى الهرمونز بتاعتي الادرينال اندروجين اللي خارجه دي هتفضل شغاله بالسيم ليفل او بالكميه من اول ما ببتدي اللي هي الطفل يبقى في مرحله اللي هي النمو لحد اللي هي نهايه العمر؟ فقال لا، هي بيبتدي الادرينال اندروجين سيكريشن بيبتدي يزيد بالتدريج، يعني في زياده اللي هي السيرج بتاعي او قمه الزياده، هو هنا كان قليل وبيبتدي قمه الزياده عندي يوصل عند هنا البيك في اللي هي عند اللي هي او السيرج او الزياده في البيبرتي، وبعدين القمه بتاعته وصلت ما بين سن ال 25 لسن الثلاثينات، وبعد السن اللي هي بعد ال 30 تبتدي تلاقي الكيرف بتاعه قل، بعد سن ال 30 الاقي الكيرف يقل. طيب الكيرف يبتدي يقل اللي هي بالتدريج لحد ما يقل خالص عند سن ال 60 سنه او 70 سنه، ما يبقاش يتعدى 15% من التركيز اللي كان موجود فيه هنا عند البي، ويبقى ده الادرينال اندروجين الليفل بتاعي. واقول كفايه الجزء ده في المحاضره كده، وان شاء الله هنكمل اللي هي الجزء الثاني او اللي هي البارت 2 هنكمله مع ان شاء الله بكره مع الادرينال ايه مع الادرينال المضله باذن الله.